مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات الأهلي الليلة. النهاردة عندنا هنلتقي مع حضراتكم النهاردة وهنقدم لحضراتكم عدد من الفقرات والحوارات والموضوعات المختلفة. هيكون معنا أكتر من ضيف النهاردة بعد فقرة الأخبار أو فقرة الإنترو الخاصة بهذه الحلقة. النهاردة ضيفنا هيكون عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وأحد كبار النجوم في الجيل الذهبي لكرة اليد في مصر، الكابتن جوهر نبيل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وهيتكلم عن أمور كثيرة جدا تتعلق بتطوير النشاط الرياضي والإنشاءات وعملية التطوير على كافة المستويات خدميا ورياضيا، ومستوى كمان الألعاب أو اللعبات الجماعية داخل النادي الأهلي، وطموحات مجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب، والتصور الخاص بتطوير ودعم الفرق في اللعبات المختلفة الفردية والجماعية. هنتكلم عن عدد من الموضوعات مع الكابتن جوهر نبيل، للتنسيق بين مجلس الإدارة، توزيع المهام والاختصاصات اللي الكابتن محمود الخطيب حريص عليها إلى أبعد مدى، أن يكلف كل عضو مجلس إدارة له خبرات في مجال محدد بالملفات الأقرب إلى مجال خبراته وتخصصه. وده طبعا عنوان رئيسي من عناوين التطور اللي بيحصل في النادي الأهلي، بإعطاء كل ملف من الملفات المهمة الخاصة بالخدمات والتطوير والرياضة والإنشاءات وكل شيء إلى الأقرب إلى هذا المجال أو ذاك من الخبرات الموجودة، وهي بالتأكيد كثيرة ومختلفة ومتنوعة في الكوادر الموجودة في مجلس إدارة النادي الأهلي. بعد حوارنا مع الكابتن جوهر نبيل هيكون في حوار آخر مع الناقد الرياضي المتميز الأستاذ ممدوح فهمي، وأيضا هيكون في فقرة ثالثة للحوار مع نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي سابقا وهداف النادي الأهلي السابق الكابتن أحمد كشري. خلونا النهاردة نفكر حضراتكم بمباراة هي مباراة لا تنسى على الإطلاق، مباراة تبقى في ذاكرة الرياضة المصرية ليس فقط عند جماهير النادي الأهلي ولكن عند جماهير الكرة في مصر والعالم العربي وأفريقيا بشكل عام. 4 أغسطس 2001 كان يوم تاريخي في الرياضة المصرية وكرة القدم المصرية، كانت الاحتفالية الكبرى اللي أقامها النادي الأهلي بمناسبة اختياره وتتويجه وتكريمه بهذا اللقب بالغ الأهمية، نادي القرن في القارة السمراء. كانت الاحتفالية بمباراة كرة قدم لا تنسى على الإطلاق بين النادي الأهلي وريال مدريد الإسباني، وبكل القوة والنجوم الموجودين في صفوف هذا النادي أيضا الأوروبي العريق والشهير، استطاع نجومنا أن يتفوقوا في هذا اللقاء اللي انتهى بهدف نظيف للنادي الأهلي أحرزه النيجيري سانداي المحترف في صفوف الأهلي في هذا الوقت. طبعا دي من المباريات اللي فاكرها دايما جمهور الرياضة، وكانت حجم التوقعات لها كبير جدا، وكيف سيواجه نجوم الأهلي ترسانة النجوم والعدد الكبير من النجوم الكبار الموجودين في صفوف ريال مدريد الإسباني، وكان الكل والعطاء في الملعب على مستوى الحدث وعلى قدر أهمية هذه المباراة وعلى كمان قدر توقعات وثقة الجماهير في نجوم النادي الأهلي اللي قدموا مباراة أكثر من رائعة دفاعا وهجوما أمام هذا النادي العملاق ريال مدريد الإسباني، وتفوق النادي الأهلي في الأداء وفي النتيجة في هذا اللقاء. وكان في إشادات كثيرة جدا من وسائل الإعلام الرياضية ووكالات الأنباء الرياضية الأوروبية والإسبانية على وجه التحديد بهذه الاحتفالية بالشكل طبعا اللي خرجت بيه على مستوى التنظيم واستضافة النادي الأهلي لهذا الحدث على أرض مصر وفي الملاعب المصرية، وأيضا بحجم المهارات اللي قدم من خلال هذا اللقاء من نجوم الفريق الإسباني وأيضا من نجومنا نجوم النادي الأهلي اللي تفوقوا في نتيجة هذا اللقاء بالفوز بهدف نظيف. هنتذكر مع حضراتكم بعد قليل ومع أحد نجومنا كمان السابقين في النادي الأهلي النيجيري سانداي اللي كان واحد من الأوراق الرابحة في هذا اللقاء بعد المراوغة والتفوق المهاري لنجمنا حسام غالي على دفاع ريال مدريد الأسباني والتمريرة اللي أهداها لسانداي ليحرز هذا الهدف، هذا الهدف اللي طبعا بيبقى في ذاكرة هذا اللاعب أو النجم النيجيري السابق في صفوف النادي الأهلي، واللي بيقول إنه كان من اللقطات المهمة جدا في حياته الكروية وفتح له كمان الباب لفرص كثيرة جدا احترافية، وكان حسب تصريحاته لزملائنا في أسرة الإعداد وفي فريق العمل في قناة الأهلي إنه كان هذا الهدف تحديدا ونتيجة هذه المباراة اللي انتهت بهدف وحيد للنادي الأهلي في مرمى ريال مدريد سجل هذا الهدف باسم النيجيري سانداي، قال إن ده كان سبب رئيسي من أسباب بعض الفرص التسويقية والترويجية له كلاعب، وإن ده كان سبب من أسباب التعاقد والانتقال إلى أكثر من نادي فيما بعد. طبعا في أي وقت هنستقبل هذه المداخلة من النيجيري سانداي، وإلى هذا الحين بنستعرض الأخبار المهمة مع حضراتكم الخاصة بالتطوير داخل النادي الأهلي. في دعم واهتمام كمان غير مسبوق من مجلس الإدارة الحالي بكامل أعضائه وهيئته بقيادة الكابتن محمود الخطيب بكل ما يتعلق بالبنية التحتية للرياضة في النادي الأهلي وتجهيز كل شيء سواء على مستوى كافة اللعبات وبشكل خاص على مستوى كرة القدم. تجهيز ملعب التتش وده اللي قمنا باستعراضه مع حضراتكم. طيب خلينا نستقبل الأول التليفون وهذه المداخلة من النيجيري سانداي نجم النادي الأهلي السابق. سانداي، first of all, welcome and we're pleased to have you with us today. Thank you to have me. How do you remember this match, this unforgettable match, and your role, your important role played in this match by scoring the goal? Well,
Yes, that has always been a memory that I cannot erase in my mind. Yes, and that is one of the matches that gave me the game that I have today. The match against Real Madrid, and I scored the only goal. So that match has ever remained fresh in my memory. And yeah, it wasn't easy at first, and I was given the opportunity. I never expected I'm going to even play the match, not even to score, but I'm so grateful to the coach that gave me the opportunity. And I'm also grateful to my teammates. They accepted me, and at the end of the day, I was very fortunate to score the only goal. Will you just give me a second for translation? A few seconds for translation, please. Sunday بيقول إن هذا الهدف لا ينسى من ذاكرتي ومن ذاكرة نجوم فريق النادي الأهلي وزملائي في الملعب. قال كانت فرصة كبيرة جدا أن أشارك في هذا اللقاء بالغ الأهمية فنيا على المستوى الدولي وليس المستوى المصري فقط أمام فريق بحجم وتاريخ واسم وبطولات ريال مدريد أمام النادي الأهلي المصري. قال بشكر زملائي اللي أتاحوا لي الفرصة، بشكر النادي الأهلي اللي أتاح لي فرصة المشاركة في هذا اللقاء المهم اللي لا يمكن أن ينسى ويبقى دائما أبدا في ذاكرتي. قال كنت أتمنى المشاركة وكنت أتمنى أن أؤدي بشكل جيد وهو ما حدث ووفقت في هذا اللقاء، ولكن كمان ما كنتش أحلم بأن تتاح لي فرصة التسجيل. بشكر عليها التيم ميتس، بشكر عليها بيقول زملائي من نجوم النادي الأهلي اللي وفروا لي فرصة التسجيل في هذا اللقاء بالغ الأهمية. Sunday, it's said that or some people say that agents somehow depended on this goal and on this part of your life as a professional player to introduce you and to find you many or several chances in several teams. Yes, actually, when I was in El Ali, and this match, this goal really, really elevated my career because I was very young when I came to Ali. I was very young, and given the opportunity to play a match of that kind of caliber, it also helped me in my career because even in El Ali, that gave me the chance to have more playing time. The coach believed in me, and after then, when I left Ali, I played in other parts of the world. I went to UAE, where I played just for a year. From there, I went to Europe, and from Europe, I went to Vietnam. So it has really helped me because anywhere I go to, I just tell them, okay, you can go on, you can Google, you can go on YouTube, you see the goal and the time that scored against El Ali. I mean, against Real Madrid. So it really helped me in my career, and yes, even though then I was very young and I was not really being guided well, but just because of the match the match El Ali against Egypt, it helped me to really play, helped me in my career to play in some other parts of the world. Yeah. Another minute for translation please. Sunday بيقول كمان عندما انتقلت او احترفت في صفوف النادي الاهلي كنت صغيرا جدا كلاعب كرة قدم في العمر وما كنتش لسه عندي الخبرات الكافية، لكن تم صقل موهبتي بدرجة كبيرة جدا من خلال المشاركة مع النادي الاهلي والاحتراف في صفوف فريق بحجم وشهرة النادي الاهلي، وهذا اللقاء وهذا الهدف اتاح لي الكثير من الفرص اللي كان بيروج بيها لاسمي ويسوق بيها اسمي كلاعب كرة قدم محترف في عدد من التجارب الاحترافية، عدد من وكلاء اللاعبين اللي قدموا طبعا صورتي دايما واسمي كلاعب كان في صفوف النادي الاهلي وحسم اللقاء بهدف وحيد في لقاء الاهلي امام ريال مدريد، فهذا الهدف كان مهم جدا في كاريره او في مشواره لايجاد اكثر من فرصه اخرى احترافيه بعد ما انتقل من النادي الاهلي الى صفوف انديه اخرى. Finally, Sunday, we would like you to say something to the board members in Al Ahli Club and to the football first team now winning more and more championships. How do you see this? Yes, I just want to, first and foremost, I want to appreciate the board or the management of El Ali for giving me the chance, because Ali is a very big and very great club, because even till now that I'm not playing football, it has given me the name that I have. If I just say, okay, I'm from El Ali, everybody knows El Ali in the world. So it has given me a big name. I just want to say thank you to the board. And yes, I also want to use the opportunity to wish them more trophy and to keep the flat line, because even here in Nigeria, everybody knows that Ali is the best club in Africa. And I've been following the progress, and I just want to wish them the best. And I really hope, because as you see right now, I'm into sports too. I have my own football academy, and I also
I'm also a football agent. I send players abroad, and I also wish and I hope one day I will get to meet them and get to work with them. I say big thank you to them, and I hope they'll keep the club flying, because El Ahly has ever been a very wonderful club, and even till date, that name El Ahly, anywhere here, is one club that is very easy not to recognize. So may they keep it up. I wish them trophy, more trophy, and to get things better and to go to higher grounds. Thank you. Thank you so much. Congratulations. And we all wish you the best of luck with your football academy. And we wish to hear all the time more and more positive news about you. Thank you so much, Sunday. Sunday بيقول أنا فخور جدا بانتمائي في فترة من الفترات كلاعب محترف وتواجدي ضمن صفوف النادي الأهلي، وأحب هذا النادي العريق، وأوجه الشكر والتقدير للإدارات المتعاقبة في النادي الأهلي. بيقول الإدارة البورد ممبرز فريق أو أعضاء مجلس الإدارة في الوقت اللي تعاقد فيه النادي معايا واداني فرصة أكون واحد من اللاعبين في صفوف أكبر وأعظم نادي في أفريقيا، قال الجميع يعلم أن النادي الأهلي هو النادي الرائد والأكبر في أفريقيا على الإطلاق، قال وأشكر أيضا وأتمنى التوفيق لمجلس الإدارة الحالي وللمسؤولين في النادي ولفريق كرة القدم اللي اعتاد دائما أن يسير من جيد إلى أفضل وإلى أفضل، وأنه ينافس على كل الألقاب والبطولات، وأنه دائما أبدا هو بيحقق النجاحات بفضل الكثير من الأمور الإيجابية. اهلا بحضراتكم مره تانية، لسه معاكم من خلال الاهلي ليله. وفي بدايه هذا اللقاء نرحب بضيفنا الصديق العزيز وواحد من كبار النجوم في تاريخ الرياضه المصريه، في تاريخ كره اليد على مستوى النادي الاهلي والجيل الذهبي ايضا لمنتخب مصر في هذه اللعبه اللي دائما ابدا بنقدم فيها مستويات عالميه، وعضو مجلس اداره النادي الاهلي حاليا مع الكابتن محمود الخطيب ومع هذه المجموعه اللي بتقدم الكثير والكثير وتسعى الى النهوض بشؤون النادي الاهلي في كافه المجالات. ضيفنا في استوديو قناه الاهلي الكابتن جوهر نبيل. مساء الخير يا كابتن جوهر. مساء الخير يا استاذ محمد. سعداء بوجود حضرتك معانا النهارده ومشرفنا في قناه الاهلي. ده انا اللي بتشرف بيك وبتشرف بوجودي النهارده في النادي الاهلي، وخصوصا النادي الاهلي والمحطه بتحتفل بالسنه وعام جديد لقناه النادي الاهلي. عيد ميلاد القناه اللي ان شاء الله بنحتفل بيه على شاشه قناه الاهلي يوم الثلاث القادم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كمان في ذكرى ثانيه مهم ان احنا نتوقف معاها. منذ قليل وقبل ما نبدا في حوارنا معاك كابتن جوهر كان بيتكلم واحد من النجوم السابقين عن قيمه انتمائه واحترافه في فتره من الفترات للنادي الاهلي النيجيري سان داي، ومرور 18 سنه على تتويج النادي الاهلي نادي القرن في افريقيا، والفوز التاريخي على ريال مدريد بهدف نظيف. يمكن انا سمعت الكلام بتاعه، كلام جميل جدا، كلام محترم، كلام اي واحد اهلاوي يكون فخور بيه بشكل كبير. اي واحد كان موجود في مجلس اداره النادي الاهلي سواء الحالي او السابقين كلهم، لان لاعب افريقي ومالوش اي مصلحه وغير متواجد في النادي الاهلي، فبالتالي معظم كلامه بيتكلم قد ايه النادي الاهلي فاده في مستقبله الكارير بتاعه في الرياضه، ازاي الوكلاء بتوعه لما يجي بيعرضه بيقول اللاعب ده اللاعب اللي كان بيلعب في النادي الاهلي. فبالتالي النادي الاهلي مش معروف بس على مستوى القاره الافريقيه او حتى عربيا ولا محليا،
محليا، لا معروف كمان على المستوى العالمي. يمكن بنتكلم دايما عن البراند بتاع او العلامه التجاريه بتاعت النادي الاهلي والقيمه التسويقيه بتاعت النادي الاهلي هنا في مصر. كمان ده يدل ويؤكد على القيمه التسويقيه والعلامه التجاريه بتاعت النادي الاهلي مش بس في مصر، كمان على المستوى الافريقي والمستوى العالمي. انا كمان ما قلتش في المقدمه زميلي الاعلامي جوهر نبيل، لان كان لينا بعض التجارب السابقه، وان كان عملك ومهام عملك المختلفه لم تسمح لك بالاستمرار في مجال العمل في الاعلام الرياضي. يمكن جندي انت من اوائل الناس، يمكن مشاهدين بعض المشاهدين ما يعرفوش ان محمد الجندي من اوائل الناس اللي قدموني للمشاهدين والاعلام والبرامج، ويمكن كان الراحل دكتور خالد توحيد الله يرحمه رحمه الله عليه، كان عملنا برنامج وقت اضافي، يمكن ده اول برنامج على قناه النادي الاهلي بيهتم بالالعاب الشهيده اللي كان بيطلق عليها شهيده، اللي هي كل الالعاب ما عدا كره القدم. وسمينا ساعتها البرنامج وقت اضافي، وانت طلعت بيا اول حلقه طلعنا اول حلقه في الاستوديوهات بتاعت مسك، وقلت لك يا جندي ما تسيبنيش لحد ما استقر بس انا شويه العجله تدور بس. محمد الجندي عمل مقدمه جيده جدا وقدمني وقدم لي الدعم بشكل كبير، وراجل من الاعلاميين الجمال اللي بيساعدوا الزمايل بشكل كبير، فانا بشكرك. وكان بشكرك بشهاده اعتز بيها، وكانت تجربه رائعه جدا، واحنا سعداء باستمرارها مع الاجيال المتعاقبه اللي بتدير قناه النادي الاهلي وفرق العمل المتعاقبه من زملائي. واعتقد اللي بيقوم بالمهمه دي حاليا وفي حاله قبول كبيره للمستوى اللي بيقدم بيه زميلنا العزيز الكابتن خالد العوضي. خالد العوضي بقى حمل الرايه خلاص، ودلوقتي هو ماسك رايه الالعاب الشهيده ومهتم بيها، ويمكن عامل اداء جيد جدا جدا ونال استحسان المشاهدين. الحقيقه مفاجئ في سنه اولى اعلام بالنسبه له، الكل اجمع انه بيقدم بمستوى في اريحيه شديده على الشاشه وفي عدم تكلف، والكل اتفاجئ بالمستوى اللي انطلق بيه من اول يوم. ما هو برضه هو لاعب كره يد، فلازم طبعًا يبقى طبعًا لازم طبعًا يبقى متفوق على الشاشه عن زملائك والنجوم في نفس مجالك طبعا اللي تفوقت فيه. خلينا نتكلم عن محاور كتير قوي الجمهور حابب يسمع كابتن جوهر نبيل بيتكلم عنها النهارده. نبدا من انجازات النادي الاهلي، وكنا الخبر اللي بنختتم بيه الفقره اللي فاتت حرص مجلس الاداره بقياده كابتن الخطيب على تطوير البنيه التحتيه للرياضه، تطوير استاد التتش، ارض الملعب، التجهيزات الداخلية للفرق، غرف الملابس، غرف الاستشفاء، قاعة الاجتماعات. ليه النادي الأهلي حريص على توفير أعلى درجة من المواصفات العالمية للفرق الرياضية؟ سانداي رد على فكرة على كلامك أن النادي الأهلي مش نادي محلي، نادي ولا نادي أفريقي فقط، ولكن كمان نادي عالمي. أي نادي بيسمع، أي حد بيسمع على النادي الأهلي فمتوقع يشوف الأفضل والأحسن كمان، فما بالك باللي بيديره النادي الأهلي. مجلس الإدارة الحالي بقيادة كابتن محمود الخطيب والمجالس كمان السابقة عملوا إنجازات على المستوى الإنشائي، على المستوى سواء إنشائي اجتماعي أو إنشائي رياضي، ولكن المجلس الحالي أعتقد هو عمل إنجازات كبيرة جدا على مستوى الأرض للاجتماعي وللرياضي. ويمكن النهارده كان الافتتاح اللي تم لاستاد التتش للمدرجات وصاله الاستشفاء والتجهيزات والحاجات دي كلها، فلزاما على النادي الاهلي ان وقدرته ان هي تكون تواكب المستوى العالمي والمستوى الاحترافي، لان احنا دايما مطلوب من النادي الاهلي يكون الافضل الاحسن رقم واحد، فبالتالي لازم امكانياته تكون رقم واحد والافضل والاحسن عشان الاجهزه سواء الفنيه والاداريه والطبيه وكمان اللاعبين يكون عندهم الامكانيات اللي توفر لهم بعد كده الوصول للمركز الاول. ان شاء الله دايما موفقين يا كابتن جوهر في توفير عوامل النجاح لكل الفرق، مش بس على مستوى فريق كره القدم ولكن على مستوى كافه اللعبات الفرديه والجماعيه، واللي هنتكلم معاك عنها ان شاء الله النهارده. ان شاء الله طبعا. الفوز بالدوري، دوري عايز اعرف مردود الفوز بهذا الدوري. الكل بيتكلم عن دور مجلس الاداره، عن رؤيه الكابتن الخطيب، عن الاصرار على ان عمليه الاحلال والتجديد تتم في نفس الوقت اللي ما فيش فيه تنازل عن المنافسه على الدوري، وقد حدث بالفعل. عايز تقول ايه عن الدوري؟ الدوري يمكن ده فاكهه جماهير النادي الاهلي قبل مجلس اداره النادي الاهلي، لان فعلا جماهير ومجلس اداره واعضاء تحملوا كتير جدا خلال الموسم. قد يكون في بعض الاخفاقات خلال الموسم، افريقيه، عربيه، اي اخفاقات، ولكن الدوري يبقى الدوري هي المسابقه الاهم والافضل وصاحب النفس الطويل بمعنى اصح، هو اللي بيكمل فيها. النادي الاهلي برغم كل الصعوبات اللي حصلت خلال الفتره اللي فاتت، الظروف اللي مر بيها المختلفه بالنادي الاهلي، قدر يفوز على بالدوري. يمكن بعض الناس حتى احنا كمجلس اداره كابتن خطيب ربنا يكون في عون اختار التشكيله في مجلس الاداره شباب، فما ادراك ما الشباب، احنا معظمنا متحمس وعاوز ياخد قرارات وعاوز يعمل حاجات. كابتن خطيب يمكن كان بيواجه الكلام ده كله، بيدي كل واحد فرصته في الكلام، وفي الاخر بنتفق ايه اللي احنا نعمله سواء لكره القدم او اي قرار اخر، وده اللي حصل. كان خطيب ومجلس الاداره قدر يعدي بظروف كتيره جدا، وصلت
في الاخر الى مكسب دوري العالم. انكم ما تعاملتوش بشكل انفعالي في بعض الفترات، اتعاملتوا بشكل متزن جدا، كان مطلوب في بعض الاوقات الصعبه فنيا. يمكن ده اللي باين للاعلام وباين للناس ان شكل متزن، ولكن احنا داخليا مع بعض في حدود المسموح به، كان في مشاحنات وكلام وكل واحد عاوز اراء واختلافات في رأي، ولكن يبقى في الاخر في قرار اتاخد حتى لو جوهر معترض عليه كلنا موافقين عليه وبنمشي عليه. لكن كابتن الخطيب زي ما بقول لك الشباب دايما عاوز قرار، عاوز نطلع نعمل حاجه. كابتن خطيب شايف اكتر يعني اكتر واحد يمكن تعرض لمسؤوليات كتيره جدا وضغوط كابتن محمود الخطيب، ومعاه طبعا مجلس اداره، ولكن يبقى بيبو هو صاحب الشعبيه والجماهيريه، فبالتالي هو اكتر واحد ما دام عنده جماهيريه اكتر واحد هيتضغط. ولكن مر بينا بشكل كبير لبر الامان وكسبنا الدوري، كان حقيقه دوري انا بالنسبه لي مش بتاع كره قدم، واه بحب كره القدم ولكن بحب اكتر الالعاب الاخرى لان انا منتمي للالعاب الاخرى، ولكن انا عضو مجلس اداره فبالتالي كره القدم مهمه بالنسبه لي. كنت مبسوط جدا وسعيد جدا بمكسب الدوري في الظروف اللي احنا مرينا بيها. قبل ما ننتقل من ملف كرة القدم لقضايا وملفات أخرى، واضح من سياسات النادي واتجاهاته وصفقاته ودعم الفريق بمزيد من النجوم والتركيز على أكبر مساحة ممكنة من الاستقرار للفريق، وشفنا ده خلال معسكر مدينة إليكانتي الإسبانية، أن في اتجاه للمنافسة وللعودة بقوة حتى للمنافسة على المستوى القاري والدولي والعودة لكأس العالم للأندية إن شاء الله. وده واضح من الصفقات اللي تمت، صفقات تمت بشكل كبير على في خطوط مختلفة في الفريق، في اهتمام كبير مش على المستوى المحلي فقط، لا المستوى المحلي والعربي لو كان في افريقي فبالتالي العالمي كمان. فبالتالي مشكلتنا كنادي اهلي هي ميزه وعيب، انت مطالب ان انت تبقى المركز الاول. كره القدم هي الواجهه الجماهيريه والاعلاميه للنادي الاهلي، طبعا الالعاب الاخرى مهمه كره اليد والطايره والباسكت، ولكن يبقى كره القدم هي العنوان الرئيسي، العنوان الرئيسي مش بس للنادي الاهلي، للرياضه المصريه. احنا شفنا طبعًا بطوله الامم الافريقيه اللي تم فيها بلد كلها كانت مهتمه، بطوله امم افريقيه لكره القدم، لو في بطوله امم افريقيه لكره السله مش هيبقى في نفس الاهتمام ده، لليد مفيش نفس الاهتمام ده، القيمه التسويقيه لكره القدم مختلفة برضو تماماً. مختلفة تماما عن الألعاب الأخرى، فبالتالي كرة القدم مهمة جدا في نادي الأهلي وتدعيمها مهم جدا، وكمان مكاسبها بيساعد في والمساهمة في زيادة القيمة السوقية للعلامة التجارية للنادي الأهلي. طيب قبل ما نتكلم عن كرة اليد لابد أن نذكر السادة المشاهدين بأن كابتن جوهر نبيل لم يكن فقط واحد من اللاعبين المتميزين في صفوف منتخب مصر أو النادي الأهلي على مستوى لعبة كرة اليد، وإنما وصل للتصنيف أنه من أفضل 10 لاعبين، كان في المركز الثامن عالميا في التصنيف الدولي لأفضل لاعبي العالم في فترة من الفترات. ماذا يعني لك مشوارك مع النادي الأهلي ومع منتخب مصر في كرة اليد يا كابتن جوهر؟ طبعا مشوار الواحد بيبقى فخور بيه مش لنفسي فقط ولكن كمان للجيل، يعني ليه الواحد لما بيتعب وبيكد ويجدح ويهتم بس ويركز في حاجة واحدة بس ألا وهي الرياضة، ربنا بيكرمه ويوصله لأفضل المراكز. يمكن وأنا صغير أنا ما كنتش من أفضل أبناء جيلي، ولكن بسبب إصراري والتزامي فقط بالرياضة خلاني واحد من ضمن الناس الكويسة سواء في جيلي أو حتى في العالم. وده يمكن رسالة بوجهها لكل رياضي، طفل أو طفلة، شاب أو شابة، إن لو عاوز توصل لمستوى عالمي لهدف، حقق هدف قدامك حتى ولو الهدف ده شايفه كبير، بس حاول اللي انت زي بالظبط الممثل اقتنع بهدفك، لازم تآمن بالهدف بتاعك، بس في نفس الوقت تشتغل كمان وتحط الهدف قدامك، اكيد ان شاء الله توصل له ما دام بتشتغل بكل ما اوتيت من قوه. ايه عوامل او العناصر المطلوبه في اللاعب اللي عايز يبقى ستار حقيقي، نجم في كره اليد؟ ما يكونش مشتت، يكون مركز في الحاجه اللي هو بيعملها، ومش بس اللي هو التمرين بتاع الفرقه بتاعته، لا هو كمان لو في تمرين هو شايفه من خلال المدرب بتاعه يقدر يعمله تمرين اكسترا او زياده سواء في الجيم او تمرين فردي المفروض يتعمل، وده احنا بنشوفه على فكره لما سافرنا بطولات عالم واولمبياد بنلاقي اللعيبه ما فيش بينزلوا يلاقي واحد عنده عضله معينه عاوز ينميها، عضله الكتف، فيقعد تلاقي بيتمرن. احنا كنا بنتفاجئ بالكلام ده وتعلمنا منه ان مش كل اللعيبه بنعمل نفس الوحدات التدريبيه، مش كل اللعيبه بتعمل نفس الوحدات التدريبيه، وخصوصا لما بتيجي ناحيه الفتنس، ففي واحد رجليه ضعيفه محتاج يقوي رجليه، واحد رجليه قويه دراعاته محتاج يشتغل عليها فبالتالي هو الاهتمام فقط بالتدريب وسماع كلام المدرب. يمكن ده كلمه السر، يعني مش لازم المدرب يكون باصص عليك فتعرف عشان تأدي،
لا حتى لو المدرب مديك ظهرك مدي ظهرك ظهره ليك لازم تتمرن كانه بالظبط وسطك. طيب ايه المهاره اللي اكتسبها الكابتن جوهر نبيل وطورها سواء في الجانب البدني او الفني من بعض المدربين اللي تولوا تدريبك من تدريبات تخصصيه؟ لا المهارات طبعا رحمه الله عليه كابتن جلال شمس من الناس اللي علمتني القياده في الملعب وخصوصا في الدفاع، هو اللي طور كمان ادائي الهجومي ولعبني من بلاي ميكر للاعب دايره، وده انا اتشهرت بيه بشكل كبير. الواحد لازم يكون عنده مرونه بشكل كبير، ويكون كمان يعني يواكب التغيرات اللي بتحصل سواء مدرب بيتغير او ظروف بتتغير او فرقه حتى قدامه بتتغير، فلازم يواكب الكلام ده بسرعه ويكتسب المهارات الجديده او حتى الظروف المختلفه يختلف اداؤه معاها ويؤدي بشكل كبير. مين افضل دويتوهات اللي كانت مع نجم كره اليد جوهر نبيل سواء في الاهلي او في منتخب مصر؟ الدنيا مراحل يا جندي، الدنيا مراحل يعني، وانت صغير وانت في النادي وانت في المنتخب. يمكن وانا صغير كان اشرف عواض، كابتن اشرف عواض هو متواجد دلوقتي في الدوحه بيمرن، في محسن سليمان ده كان في النادي برضو، شريف مؤمن كان في منتخب مصر للشباب ومنتخب الاول، في حماده النقيب حارس مرمى المنتخب المصري الاسبق كان موجود معايا في المنتخب، ايمن صلاح يمكن في 95 بطوله العالم اللي لعبناها في ايسلندا وحصلنا فيها اول مره على المركز السادس، كنت انا لاعب صغير وايمن صلاح هو كان كابتن المنتخب، فمقعدني انا بقى ولد صغير شاب صغير عندي 21 سنه معلمين مع الكابتن، فانا يعني مش عارف اخد راحتي، مش عارف بقى في رهبه شديده، فكان كنت انا كاني بالظبط قاعد في جيش مش عارف اتحرك. يمكن وأديت افضل بطوله عالم في حياتي بسبب وجودي مع ايمن صلاح، لاني كنت ملتزم بزياده. نقل لك خبرات كتير، نقل لي خبرات وخلاني ملتزم بزياده في الاوضه وملتزم بزياده في الملعب في تدريباتك وفي التدريبات، فده عمل ريفلكشن كويس او رد فعل كويس جدا على ادائي خلال بطوله العالم 95 في افضل أيضا. فتره عشتها كلاعب، اغنى فتره فنيا لك ولفريقك سواء في النادي الاهلي او في منتخب مصر؟ يمكن 93 كاس عالم الشباب اللي لعبناه في مصر وحصلنا فيه على المركز الاول وبطوله العالم. بعديها اتنقلنا نقله كبيره جدا او نقلنا المنتخب الاول، لان احنا اول مره في جيل الشباب 93 لعب معظمه في الفريق الاول، تاني بطوله على طول بطوله العالم سنه 95 حصلنا على المركز السادس، ثم اولمبياد اتلانتا 96 حصلنا على المركز السادس. فالفتره من 91 لغايه 2001 بالنسبه لي هي الافضل والاحسن، ويمكن في كره اليد بصفه عامه كان افضل نتائج وافضل جيل. مستقبل كرة اليد في النادي الأهلي شايف إزاي؟ تخطيط مجلس الإدارة لكرة اليد، الصفقات والدعم والتطوير في الفريق، ما الذي تحتاج إليه كرة اليد لإحداث نقلة فنية للأفضل في النادي الأهلي؟ خلينا نقول نتائج السنة اللي فاتت لكرة اليد ما كانتش هي الأفضل والأحسن، كان في إخفاقات، وإحنا بنعترف ما فيش حد بيدير مكان وبيعمل كل حاجة كويسة، مستحيل ما فيش حد بيدير مكان وما يكونش فيه اخطاء. لو عشان تعالج صح لازم تشخص، انا ماليش، لازم يكون في مدير عشان صح. يحصل اخطاء فالمدير يبتدي يتدخل عشان يعالج الاخطاء دي، فبالتالي نعترف ان مجلس الاداره لازم يكون عنده، مش بس النادي الاهلي، اي اداره في الدنيا لازم يكون عندها اخطاء، ولكن كيفيه الاعتراف بالاخطاء نمره واحد، نمره اتنين كيفيه معالجه الاخطاء ودي الاهم نمره اتنين. فبالتالي احنا السنه دي في كره اليد عملنا صفقات جيده، في ثلاث لعيبه انتقلوا للنادي الاهلي، يمكن قدامي باهر البدراوي جه من نادي الجيش ده باك رايت، محمد عادل لاعب دايره، واللعيبه دي كلها اللي انا بقول عليها لعيبه دوليه من نادي الجيش ايضا، محمد جمال من الجزيره، وفي ثلاث لعيبه طلعوا اللي لعبوا في منتخب الشباب اللي لسه حصلنا على المركز الثالث فيها، حارس المرمى اللي هو من افضل حراس المرمى على مستوى العالم عبد الرحمن طه، والحارس الثاني اللي على فكره حميد ده هو حارس الناشئين بس بيلعب في الشباب، هو مواليد 2000، ده برضو موجود عندنا. عندنا هو مميز جدا بيلعب في مرحله عمريه اكبر من اكبر منه. عندنا كاستيلو وينج رايت، وعندنا رادي كمان بلاي ميكر، ففي ثلاث اربع لعيبه يمكن لاعب هيبقى في الشباب، ولكن ثلاث لعيبه في الفريق الاول. الى جانب ده دعم رايح للفريق الاول في النادي الاهلي طبعا، دول من نجوم النادي الاهلي طبعا. وفي جانب الى جانب بقى الاداره الفنيه الجديده، كان عندنا اولا لاندرين ده المدير الفني السويدي، ده كان يمكن جيلي او اكبر مني بثلاث اربع سنين، وكان هو حاليا ماسك منتخب فنلندا من افضل المدربين على المستوى العالم،
هو صاحب الإدارة الفنية الحالية للموسم 2019-2020. طيب احنا عارفين كابتن الخطيب منذ تولي المهمة بعد الانتخابات ونجاح القائمة بالكامل بأرقام طبعا ضخمة جدا حريص على توزيع المهام كل واحد حسب تخصصه وخبراته، هل ملف كرة اليد مجلس الإدارة بيعتمد فيه بدرجة كبيرة جدا على خبرات كابتن جوهر نبيل؟ بطبيعه الحال يعني انا راجل لاعب كره يد فلازم يعني الامور الفنيه بيرجع لك، الامور الفنيه بيرجع لي، ولكن هل انا صاحب القرار الاول والاخير؟ اكيد لا، زي ما حاجات كتيره يمكن كابتن محمود الخطيب، كابتن محمود الخطيب هو المسؤول الاول عن ملف كره القدم أكيد. بتفويض من مجلس الاداره، ولكن اوقات كتير جدا بيرجع لنا مجلس الاداره ايه رايكم في كذا كذا كذا، ولكن الراي الاول والاخير للكابتن محمود الخطيب. ملف كرة القدم. نفس الكلام في كره اليد، عندنا مهند دكتور مهند مجدي راجل بطل عالم في الكاراتيه، لما اجي النهارده اتكلم في الكاراتيه لازم اروح اسال مهند، مهند ايه رايك في كذا كذا، رايك ايه، وهاخد برايه وهقتنع بيه لان هو دي لعبته وحتته. رانيا علواني، دكتوره رانيا علواني، ابراهيم كفراوي، سباحه والعاب قوه والعاب الميه والكلام ده كله، فبالتالي عشان كده هتلاقي في خبرات مختلفه في المجلس، سواء خبرات اقتصاديه زي الاستاذ طارق انديل، استاذ درندلي، خالد درندلي امين الصندوق، كفراوي، ده دول ناس رياضيين، ابراهيم كفراوي اقتصادي، وفي ناس اقتصاديين، في ناس كمان رياضيين، بيبقى لهم دور كبير كمان طبعا في رؤيتهم اللي بتطرح على المجلس واقتراحاتهم في الامور الاقتصاديه بالظبط. في ناس سياسيين زي العمري فاروق، راجل استاذ عمري فاروق راجل كان وزير رياضه سابق، فبالتالي اي حاجه برضو فيها سياسه لازم يكون راجل ليه وجهه نظر وتحترم ويعتد بيها بدرجه كبيره ايضا في مناقشات المجلس ورؤيته أكيد. للقرارات. طيب يعني هل كابتن جوهر نبيل كممثل لمجلس الاداره في النظر للامور الفنيه اللي محتاجها النادي الاهلي في كره اليد راضي عن القرارات اللي تم التوصل اليها واللي بتؤخذ بالاجماع وانها تعمل نقله للافضل الموسم ده ان شاء الله؟ ان شاء الله راضي، وراضي جدا، وانا متفائل الحقيقه بكره اليد السنه دي، ومش بس كره اليد على فكره، كره اليد وكره السله كمان. كابتن اشرف توفيق، يمكن كابتن طارق خيري كان مدير فني، راجل من الناس المحترمه جدا والمدربين المحترمين، ولكن جه النهارده كابتن اشرف توفيق من الناس اللي ربوا اجيال وعملوا شغل وخبره فنيه كبيره لا خلاف عليها طبعا في مجال كره السله، وبرده بيدعم كره السله. فانا ان شاء الله باذن الله السنه دي الموسم اللي جاي هيبقى للالعاب الجماعيه، هيبقى موسم باذن الله هيبقى فيه انجازات جيده يعني جدا. مجلس الاداره كمان بيعد الجماهير حسب كلامك كابتن جوهر انه القادم افضل، مش بس على مستوى كره اليد، على مستوى كره السله، ان شاء الله نتوقع نتائج افضل الموسم ده باذن ان شاء الله. تتوقع ان شاء الله، وفي صفقات احنا لسه شغالين عليها للسله، هيكون الموسم اللي جاي موسم افضل للطايره والسله واليد وبقيه الالعاب باذن الله. طبعا العاب الميه برده عامله انجازات كويسه، وعاملين برده صفقات جيده جدا، وجايبين سباحين عالميين واولمبيين. طيب الانشغال بالفرق الكبيره، فريق كره القدم، فريق الهاندبول، فريق الباسكت، هل ما بيؤثرش بشكل او اخر على اللعبات الاخرى في النادي والابطال في اللعبات الفرديه، وبيحصلوا على نفس القدر من رؤيه المجلس واهتمامه للتطوير؟ لا، خليني اقول لك مشهد بس بسيط كده عشان تغير وجهه نظرك، او يمكن مشاهدين يغيروا وجهه نظرهم في الموضوع ده. يمكن كان عندنا من شهر ونص تقريبا البراعم بتوع السباحه خدوا ميداليات، او خدوا الستار 1 وستار 2، كان في زي نجمه 1 ونجمه 2 ونجمه 3 عشان يبداوا يخشوا المنافسات. اعضاء العمري فاروق كان موجود، نائب رئيس مجلس اداره، المهندس خالد مرتجي، انا، ابراهيم كفراوي، محمد ضماطي، مجلس اداره بيكرم الولاد الصغيرين، فما بالك لما نتكلم عن العاب اخرى غير كره الطايره وغير هو كل السلة. التفاصيل الخاصه بالرياضه متابعينها اكيد طبعا، مش مجلس الاداره كله هيروح في حدث واحد، ولكن على الاقل في 2 3 تنس الطاوله نفس الكلام، ناس عملوا انجازات جيده جدا، عندنا ابطال افريقيين وعرب وابطال عالم، بنروح بنكرم الناس بشكل كبير. فعلى قد ما نقدر طبعا بنهتم بكل الالعاب، يمكن ما فيش نادي في العالم عنده عدد الالعاب اللي موجوده في النادي الاهلي، وتاثيره الكبير في المنتخبات في مصر كمان طبعا. نسبه تمثيل النادي الاهلي ضخمه جدا في كل المنتخبات، كبيره جدا. يمكن منتخب الشباب كره اليد اللي لسه كسبان فيه 6 لعيبه من النادي الاهلي، في لعيب واحد من نادي الزمالك، بس ميزه بقى المنتخب الشباب ده عنده متجمع من اكتر من نادي مختلف. نادي هليوبلس فيه 4-5 لعيبه، نادي طلاع الجيش فيه 2-3 لعيبه. فالنادي الاهلي طبعا ما فيش كلام، النادي الاهلي ليه مساهمه كبيره جدا في المنتخبات بشكل كبير. دايما النادي الاهلي كويس منتخب مصر بيبقى كويس، ودي حاجه حتى على فكره على مستوى كره القدم، ما بنتكلمش عشان احنا متعصبين واهلا وناس اهلاويه وانا عضو خالص، دايما النادي الاهلي لو كويس، وده شفناه الاهلي لما كان في الكوره كويس جدا كسب بطوله افريقيا دوره واثنين وثلاثه. طيب كابتن جوهر، بالنسبه لمنتخبنا الفائز وابطالنا اللي فازوا ببرونزيه كاس العالم للشباب في كره اليد،
ايه مقترحاتك لو كنت بتقترح على وزير الرياضه، على رئيس الاتحاد المصري لكره اليد، ازاي نحتضن الفريق ده ونستفيد بيه ونكمل بيه لافضل مستوى ممكن يوصل له؟ الحقيقه كان عندي بس راي قبل ما كنا نلعب بطوله عالم الشباب، يعني كان يجب زي ما شفنا بطوله امم افريقيه عملنا كل اللي ما يعمل عشان تتذاع في مصر. اعتقد منتخب الشباب او لعبه كره اليد من سنه 90 لغايه قريب جدا بتعمل انجازات عالميه على جميع الاصعده والمستويات، ناشئين، شباب، فريق اول. فكان يجب إن على الاقل اذاعه مباريات منتخب مصر للشباب. ما تمتش. الحمد لله انا سامع بقى منتخب الناشئين عنده بطوله عالم، وعلى فكره في اربع عناصر من منتخب الشباب بيلعبوا في منتخب الناشئين، فهنشوفهم في منتخب الناشئين. الحمد لله بقت في مصر وهتتذاع في مصر، دي حاجه كويسه. منتخب الشباب نعمل فيه ايه؟ منتخب الشباب يجب دعم منتخب الشباب ده، العناصر الافضل والاحسن تكون موجوده في المنتخب الاول بشكل كبير، لان المنتخب ده بيفكرني بالمنتخب بتاع سنه 93. ليه؟ لان معظمه في اربع عناصر بتلعب من الناشئين في الشباب، وفي عنصرين بيلعبوا في الفريق الشباب في الفريق الاول، فبالتالي هو نواه جيده جدا للفريق الاول. زائد ان الوزاره لازم تصرف على لعبه كره اليد بشكل افضل واحسن، وخصوصا احنا دايما يمكن لعبه كره اليد مكتوب عليها اللي هي ايه؟ تعمل انجاز الاول والناس تهتم بيها. تعمل انجاز يبقى فيه اعلام يكتب يقول الاصل ده عمل، يتابع اخبار الفريق ويكتب عنه. يمكن كنت بتكلم مع الدكتور محمد العدل قبل ما اطلع هوا، فكنا بنتكلم شويه عن كره القدم والاعلام والالعاب الاخرى الشهيده. كنت بقول له انا يعني انا بحب كره القدم بس طبعا اكيد منتمي شويه للالعاب الاخرى زي ما بيقولوا الشهيده. فقلت له يمكن لو اللعبه زي كره اليد او الطايره او السله بس اهم حاجه تكون بتعمل انجاز، لو الاعلام اهتم بيها بشكل كبير، هتبقى لعبه شعبيه، وكمان القيمه التسويقيه للعبه دي تبقى قويه جدا وكبيره جدا، زيها على فكره زي كره القدم. كره القدم انا شفت سنه 93 بعد ما لعبنا بطوله عالم الشباب 93 وكسبنا، شفت لعيبه بتلعب كره يد في الشارع، وشفت الجمهور المصري والمشاهدين بقوا عارفين لاعبتنا ونجومنا كلهم. مش مهم يعرفوا، مهم يتابعوا، مهم يشجعوا اللعبه دي. طبعا مرتبطين، وبدانا يبقى ثقافتنا فيها متابعه مباريات كره اليد. فالاعلام عليه دور مهم جدا في شهره لعبه او نجم بحق وتحتيها 100 خط او بدون حق. يعني هل تطالب هنا بترجمه جهد الدوله النهارده واهتمامها والتفاتها الى هذا المنتخب لتكريمه عن طريق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه بشكل شخصي كان حريص على تكريم هذا المنتخب وابطاله خلال فعاليات مؤتمر الشباب؟ هو ده مش تكريم. بتطالب بان ده ينتقل لمرحله دعم مادي واعداد فني جيد واهتمام اعلامي ومتابعه اعلاميه. ما هو ما ينفعش الرئيس يعمل كل حاجه. ما هو الرئيس طبعا شيء طبيعي، يعني في كان في مؤتمر شباب ومنتخب شاب مصري كسب برونزيه بطوله عالم. منطقي جدا، منطقي طبعا يجي، ولسه الرئيس كمان هيكرمهم وقال هكرمهم لسه. وعلى فكره الرئيس طالب بحاجه مهمه جدا، مش عارف سمعتها ولا لا. قال لك احنا عاوزين الاداره الفنيه تبقى اداره وطنيه للمنتخبات بتاعتنا. فدي يمكن رساله كانت واضحه جدا، ان عندنا كوادر جيده. عندنا كوادر بس ما تاخدش النهارده لو مدرب اجنبي عندك بتدي له مساحه كبيره جدا اللي هو يخطا ويخسر ومفيش مشكله، انما لو مدرب مصري لا، تبقى الموضوع صعب شويه، الموضوع صعب شويه. محتاجين نعيد النظر في موضوع الاستفاده بكوادرنا المصريه اللي بتقدم مستويات عاليه جدا زي ما شفنا مع جهازنا الفني ومع المدير الفني لمنتخب الشباب كابتن طارق. طبعا محتاجين، يمكن كابتن طارق محروس وكابتن هاني فخراني على فكره من النادي الاهلي يعني عاملين انجاز كويس جدا في لعيبه، بس هل نقول بس هو الانجاز ده بتاع النادي الاهلي فقط؟ لا، الاتحاد بتاع كره اليد عمل انجاز كويس، عمل اعداد كويس، البلد ساهمت الى حد ما بشكل كويس، في اداره، في لعيبه من انديه اخرى عملت سيمفونيه جيده جدا مع لعيبه النادي الاهلي، حققت في الاخر المركز الثالث. ازاي نبني على النجاح ده؟ احنا بقى محتاجين، احنا عندنا موارد بشريه يا جندي، احنا مشكلتنا في كيفيه اداره الموارد بصفه عامه من ضمنها الموارد البشريه. الجيل بتاعنا ما كسب كاس عالم 93، ليه ما كملناش؟ احنا الجيل طلع كده يعني انجاز مره واحده، كان في مدرب كويس اسمه كابتن جمال شمس رحمه الله عليه، كان في لعيبه كويسه، واحد اسمه جوهر وواحد اسمه اشرف ومن هليوبلس ومنين، وعمل خدنا اعداد على فكره كويس جدا وكسبنا بعد كده بطوله عالم. طب ما كملناش ليه؟ دي اداره. يعني محتاجين نغير سياستنا في متابعه ودعم وتطوير اللعبات الجماعيه اللي احنا متميزين فيها. طبعا. نبقى بنشتغل قبل الحدث مش كرد فعل لو حققنا. محتاجين كوادر جديده يا جندي. محتاجين بس كوادر جديده، كوادر جديده بفكر مختلف، وما يكونش نفس الكادر اللي بيطلع
هو نسخه رقم 2 من الكادر الاولاني. بتكلم في الاجهزه الفنيه ولا على الاتحادات الرياضيه ولا انا بتكلم في الاداره بصفه عامه. انا بتكلم في الاداره بصفه عامه. يمكن محتاجين الشباب دايما مهمين، وجودهم مهم جدا جدا، بس صوت العقل والحكمه ما ينفعش الشباب كله. يعني ينفع زي بالظبط الفرق، انت بتعمل احلال وتبديل وتجديد للفرقه ازاي؟ هتشيل مره واحده الجيل القديم كله وتطلع ناس شباب، ما هو طب فين هياخد الخبره منين؟ طب عنده حماس؟ لا، ينفع تتدخل عنصرين ثلاثه ومعاهم ناس سته سبعه خبره، فبالتالي الخبره دي تروح للشباب وبعد كده يطلعوا يبقى دول حاجه خبره. التوازن طبعا. طيب خلينا ننتقل من ملف كره اليد ايضا للخدمات اللي بتقدم داخل النادي. مجلس الاداره ملتزم الى ابعد مدى بانه يفي بوعوده اللي قدمت، وبرنامج قدم برنامج عائله الاهلي اللي كان مصاحب لقائمه الكابتن الخطيب في الانتخابات واللي وفقت طبعا بكامل اعضائها. برنامج عائلة الأهلي ملامح تنفيذه في النادي في المقرات والأفرع المختلفة، مش بس على مستوى أهلي الجزيرة. إيه اللي تم حتى الآن، وإيه النقاط الرئيسية اللي شايفين أنها في قبول كبير لها عند الأعضاء؟ لا، النادي الأهلي طبعا هو فروعه المقر الرئيسي في الجزيرة ومدينة نصر كمان وشيخ زايد، يمكن ده اللي جاي الفترة الجاية اتغير تماما. مدينة نصر شفت الفود كورت اللي اتعمل، فود كورت فعلا حاجة مبهرة، منطقة ترفيهية بتخلص خلاص، حاجة برضو جامدة جدا. السور اللي معمول بتاع النادي الأهلي انت بتحاول تطور إلى حد كبير. يمكن كان أيام الانتخابات كان الناس بتقول إيه كابتن خطيب ده راجل إيه وقايمته، ده راجل رياضي بيهتم بالرياضة مش هيهتم بينا بالخدمات وإدارة النادي بشكل الاجتماعي. انت النهاردة الإنجازات اللي تمت على المستوى الاجتماعي أكتر بكتير من الرياضة حتى. يمكن كنا بنتكلم دايما طيب احنا محتاجين بقى انجازات، احنا قدامنا صور فرع التجمع. فرع التجمع يعني شايف الصور اللي جايه حاجه بجد فخر لاي مصري، مش هقول اهلاوي، ان هو يخش فرع اهلي ميت نصر ويشوف الفود كورت اللي اتعمل، حاجه عالميه على مستوى عالمي. ويمكن لسه في ميت نصر يبقى فيها تطوير بشكل كبير. صاله الكاراتيه بقى فيها تكييف في ميت نصر، بقى في صاله كاراتيه مقفوله في اهل الجزيره، بقى الجمباز كيف بقى فيه تكييف في الجزيره. المطاعم والخدمات يمكن اللي موجوده على مستوى الثلاث فروع بتتحسن بشكل كبير. يمكن زايد هي بس اللي محتاجه، وده الجاي وتناقش الفتره الجايه يبقى فيه اهتمام وتطوير اكتر في زايد، وده حصل على فكره، وفي منطقه بنوك بتطلع وشهر عقاري بيتعمل. دول الاحتياجات الخاصه كمان ليهم دعم كبير جدا مننا، سواء على المستوى الرياضي او حتى المستوى الاجتماعي. المكتبه اللي معموله وتجديدها في في في, في اهلي ميت نصر، في حاجات كتير بتحصل في نادي الاهلي. طيب كمان في عدد الملاعب اللي اتكلم عنها في لقاء سابق المهندس سامح علي كامل، وقال ان في اهتمام كبير جدا من مجلس الاداره باستغلال المساحات المتاحه، اهلي مدينه نصر، اهلي الشيخ زايد، لخطه العمل في التوسع في الملاعب. اهلي مدينه نصر يبقى فيه طبعا الحته اللي عند الجامع يبقى فيها ملاعب ثانيه اكتر واكبر، سواء للفرق الرياضيه او حتى للاعضاء العاملين اللي عاوزين يلعبوا كوره. في اهتمام بعائله النادي الاهلي من الكبير، الشاب، الشابة، الأب، الأم، الطفل، دول القدرات الخاصة. فيه اهتمام بكل الناس. يمكن صور شايفين، يمكن الأهلي بقى براندد، بقى في طابع النادي، تخش تلاقي اللون الأحمر اللي احنا شايفينه في الشاشة بقى في النادي الأهلي. لما تخش النادي الأهلي تحس شخصية إن انت النادي الأهلي، شخصية النادي الأهلي جوه. وانت بره سايب عربيتك حوالين السور النادي الأهلي هتحس ان في شخصية النادي الأهلي. يمكن ده كان كلام كنا بنتكلمه من ساعه الانتخابات، والحمد لله الطابع المعماري والتصميمات نفسها تعكس شخصيه النادي الاهلي بالظبط، وده حاصل والحمد لله. يمكن ماشيين الى حد كبير، قد يكون بعض في هناك بعض التاخير في البرنامج، ولكن ده ناتج عن بعض الرخص المفروض تتاخد سواء في البنى وخصوصا في الشيخ زايد. طيب الاعضاء بشكل عام بتسمعوا بقى نوع من التنافس الايجابي بينهم؟ يعني بتسمعوا ان مجلس اداره الاعضاء بيقولوا اهتموا بالفرع ده زي الفرع ده؟ هل درجه الاهتمام ومواكبه العمل والتوقيتات في كل الفروع ماشيه بشكل بارلل او متوازي؟ طبعا طبعا ده بيحصل. يمكن دايما حتى اعضاء النادي الاهلي في فرع الشيخ زايد بيقولوا طب احنا عاوزين يا جماعه انتوا عملتوا الفود كورت في اهلي ميت نصر، طب احنا مش امتى؟ احنا ما عندناش غير مثلا فرع او محل معين هو ده الكويس، عاوزين سلسله ثانيه او فرع ثاني او محل ثاني يفتح او مطعم ثاني يفتح. ففي تنافس طبعا بشكل كبير، ولكن مدينه نصر ارض كبيره اقدم، ف
فبالتالي الـ 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 الإنجاز فيها أسرع، الرخص فيها موجودة بشكل كبير، الجزيرة الأرض بتاعتها يعني مستغله كلها مساحه النادي، فانت بتحاول تطور بالطور اللي موجود في المساحات المتاحه. يمكن المهندس محمود طاهر ومجلسه كان عمل برضو المبنى الاجتماعي واللي اتعمل هناك، وكان في مطعم برضو كويس جدا واحنا طورناه. لكن زايد الفتره الجايه تلاقي زايد فيه اهتمام بيها بشكل كبير. اما بقى بالنسبه لاولياء الامور، اولياء الامور بقى فيها قصه تانية خالص. اولياء الامور طبعا بيهتموا، في اولياء امور بيهتم بالشغل الاجتماعي، في اولياء امور بيهتم بالشغل الرياضي. بيقول لك احنا مش عاوزين الكلام ده، احنا عاوزين الملاعب عندنا تتغطى. يعني في اهتمامات مختلفه عند الاعضاء، عند الاعضاء، او خلينا نقول عند الاب والام. واحد عاوز ياكل كويس في حته كويسه في شمسيه كرسي كويس، واحد تاني عاوز ابني بيتمرن في الشمس فمحتاج الملعب يتغطى. ففي اهتمامات مختلفه، فانت لزاما عليك كمجلس اداره اللي انت تحاول تلبي كل الرغبات والطلبات. ده كلام مهم جدا يا كابتن. المسموح به ايه القنوات اللي من خلالها، ايه الطريقه ومنهج العمل اللي من خلاله بتقدروا تسمعوا اكبر كم من المقترحات، الاشاده بالشغل اللي بيتعمل، الشكاوى ان وجدت عن من بعض الاشياء، عشان تقدروا تناقشوها مع الاعضاء وتلبوا مطالبهم واحتياجاتهم. نمرة واحد في الاداره التنفيذيه، دي هي دي المنوط بيها مراقبه وممارسه الاداره الفعليه والتنفيذيه على مستوى الارض. انا كعضو مجلس اداره مش من حقي ان انا انزل اشوف عضو ولا ايه راي حضرتك، ايه عندك شكوى في ايه خالص. ولكن لو حد جالي طبعا اتكلم معاه، ما دام بيتكلم وبيشتكي، حتى لو بيشتكينا ما عندناش مشكله خالص، نسمع النقد ما دام باسلوب متحضر وراقي. طبعا راقي. ولكن في اداره تنفيذيه، العميد محمد مرجان مدير التنفيذي للنادي، في اللواء الفيشاوي، في العميد مسعود حسن مسعود في مدينه نصر، بيسمعوا وينقلوا الكلام ده لمجلس اداره. قد يكون احنا قاعدين قاعده اصحاب، انا ومحمد الجندي اصحاب وانت عضو في النادي، جوهر في عند، خلي بالك في مشكله كذا كذا، هاخد المعلومه مش هتعامل بيها خالص، هروح هستقصي عن المعلومه، اشوف محمد الجندي ده صاحبي او حتى مش صاحبي، الكلام ده صح ولا غلط. في الرياضه بيحصل، اصل متاخد بنت جوهر نبيل متاخده في فرقه فلانيه، فلان موصي على اللعيب، فلان موصي، اصل ده بنروح على فكره بنهتم. حتى لو ما بروحش بكلم حد انا او غيري على فكره موثوق فيه، بشوف المعلومه صح ولا غلط. احنا بنحاول ندي في الرياضه كل واحد حقه، فرص متكافئه ومتساويه، كل واحد حقه ولا اقل من حقه ولا اكتر من حقه، ان الموهبه تبقى هي الفيصل. طبعا ما فيش حاجه اسمها واسطه، احنا ومين يعني مين بقى نجم في الرياضه من خلال الواسطه. الواسطه بقول للناس ليها ليميت، ليها حد معين. انما ما ينفعش تلعب واسطه وانت عندك، ما ينفعش تبقى بطل بالواسطه خالص، ما ينفعش خالص، هو مستواك اللي هيحدد انت بطل ولا لا، مستحيل. الرياضه دايما الواحد يقول بدراعه، عاوز تدخل بدراعك. ايه اكتر حاجه استفدتها من التواجد في مجلس الاداره الحالي مع المجموعه الحاليه، تشعر انها ميزه بتميز الكوادر الموجوده في مجلس الاداره الحالي، وبقياده طبعا والتواصل مع كابتن محمود الخطيب بينه وبينكم جميعا في كل الملفات؟ طبعا يعني الواحد كان عنده بيكتسب خبرات مختلفه، سواء في الرياضه كلاعب، في الاداره لما كنت رئيس جهاز، يمكن كنت انا من اصغر رؤساء الاجهزه اللي مسكت في النادي الاهلي سنه 2006، كان شرفت الحقيقه بموافقه مجلس اداره وجود كابتن حسن حمدي كرئيس مجلس اداره، انا بقيت رئيس جهاز، ثم عضو مجلس اداره في الاتحاد من 2008 لغايه 2011، يمكن استقلت بعد ثوره 2011 الظروف اللي كانت بتحصل في البلد. خدنا خبرات، ولكن خبرات بقى إدارة النادي الأهلي لا، أنا عاوز أتعلمها. وجود الكوادر الموجودة، كابتن محمود الخطيب طبعا، ثم الخبرات الزملاء كلهم الموجودة في المجلس، المشاكل اللي احنا اتحطينا فيها خلال سنة، السنة دي اللي عدينا بيها سنة أصعب سنة، أصعب سنة في تاريخ النادي الأهلي، وأنا من الشخصيات اللي أنا ما بتكلمش كتير، انا كلامي. طب لو قلنا عناوين سريعه كده، اكيد كل اللي بيسمعك دلوقتي يا كابتن جوهر عايز يعرف ليه كانت اصعب سنه. اصعب سنه لان النادي الاهلي كان هو نادي، هو اللي كان بيسعد الملايين، ودايما الناس متوقعه الاهلي هو اللي هيكسب، الاهلاويه عاوزه الاهلي يكسب، وفي نفس الوقت نادي الاهلي عنده جماهير كتيره جدا، 70 80 مليون جماهير، دي برضو خلي بالك ميزه وعيب. الجماهير لما بتقاتل لناديها، في ناس كتير ما بتحبش الكلام ده، عاوز يا جماعه يعني ايه، انتوا نادي كويس كل حاجه، جماهير كتيره، بس مش عاوزين نسمع الكلام ده كتير. الظروف اللي اتحط فيها النادي الاهلي،
ظروف سواء من اتحاد الكورة أو من عناصر مختلفة خلال الفترة اللي فاتت، عدم تكافؤ الفرص في اللعب في الكورة، بتكلم في الكورة تحديدا، موضوع بطولة عربية الأمم الأفريقية نلعبها ولا ما نلعبهاش، احنا خدنا قرار اللي احنا ما نكملش بطولة الأمم الأفريقية اللي حصل كذا كذا كذا، يمكن في حاجات بتحصل في مجلس الإدارة. هل ممكن نضم لده كمان بعض الفوضى والتجاوزات اللي بنشوفها في الوسط الإعلامي الرياضي؟ لا ده اللي محتاجة ضبط، بس دايما النادي الأهلي بيتعامل معاها بعقلية يعني متزنة جدا. بص دي حاجة نقطة مهمة جدا جدا، انت يمكن انا كان تايه عن دماغي مش عارف تايه ازاي، ما النادي ما ينفعش توه ابدا، ولكن يعني الناس كانت بتلوم علينا ان احنا ازاي لازم تردوا، لازم تطلعوا تقولوا كذا كذا كذا، يعني لازم تمشوا بنفس الشكل اللي احنا ما ينفعش شخصية النادي الأهلي، اي حد قاعد على كرسي النادي الأهلي إدارة النادي الأهلي مستحيل يرد. ويمكن الناس دلوقتي ناس كانت بتلومنا بتقول احنا متأخرين، وبفكر ناس متأخرين، الناس بعد ما عدينا بعقبة والتانية والتالتة والرابعة، بغض النظر على فكرة عن مكسب الدوري، الناس في الآخر قالت ان إدارة النادي الأهلي هي الصح. النادي الأهلي عمره ما بيرد على إساءة، والرد زي ما قال كابتن محمود الخطيب يرد في الملعب، الرد بمجهود مجهود وعمل انجاز وعمل، ده اكبر رد واحسن، وده بيرضي الناس يرضي اعضاء وجماهير الاهلي لما بيشوفوا مردود سياسات اداره النادي بالشكل الاحترافي والمتزن ده على النتائج. بس بعض الناس بعض الجماهير بتاعت النادي الاهلي خصوصا الشابه بتبقى عندها حماس اللي كنت بقول عليه من شويه، غيره على ناديها وعلى رموز بتحبها وحاجات كتير بشكل مش مناسب، بشكل لا يليق بالنادي الاهلي وبمشجع النادي الاهلي. يعني دايما قد نختلف او نتفق، لازم يكون لينا مش بس على فكره عضو النادي الاهلي، مش بس عضو مجلس اداره او رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، لا انت كمان كمشجع النادي الاهلي انت لازم كمان يكون ليك شكل مختلف عن اي مشجع تاني. متضايق من الاداره ما ينفعش نشتم، ما ينفعش نسيء لادارتنا. على فكره الاداره دي ما بتكلمش عن مجلس كابتن محمود الخطيب، بتكلم عن مجلس اداره النادي الاهلي بشكل بغض النظر هو مين اللي موجود. انت النهارده بتحب ناديك ما ينفعش تنقد، قول انت غلطان، ما عندناش مشكله، قصدك ينفع تنقد بس ما ينفعش تتجاوز، بس تنقد بتجاوز ده اللي قصدي، انقد بس ما بقاش فيه تجاوز بشكل كبير جدا. فده مهم جدا، مهم مش بس مجلس اداره وشخصيه مجلس اداره النادي الاهلي لا ينفع ترد او ما تردش، كمان انت كمشجع النادي الاهلي لازم يكون ليك شخصيه ولازم يكون ليك اسلوب في الحوار. والناس كتير كانت سعيده بان النادي الاهلي خرج من محاولات الموسم ده، اجمعت الاراء على ان كان في محاولات في بدايه الموسم يعني مجهود خرافي تم بذله لتشتيت النادي الأهلي ودخوله في معارك وهمية أو في حوارات جانبية بعيدا عن مساره، وأنه بيدير نادي عريق ونادي بطل، اتعاملتوا مع ده بذكاء شديد وباحترافية شديدة كابتن. خلينا نقول أول سنة احنا يعني داخلين بنكتشف النادي الأهلي، حد الناس هتقولك نكتشف النادي الأهلي ايه ده، كابتن محمود الخطيب كان بقاله سنين في النادي الأهلي، لا في 4 سنين عدوا، اعتقد الاربع سنين دول مش في النادي الأهلي فقط ولكن في مصر كلها، الخريطة كلها اختلفت. فبالتالي أول سنة كان في بتكتشف ايه اللي موجود في النادي الاهلي، ايه المفروض يتعمل، بتعمل حاجه تلاقيها غلط تصححها، تعمل حاجه تلاقيها صح تكمل عليها. ولكن السنه الاولانيه عدت، السنه الثانيه طبعا عدينا بالضغوط اللي احنا عدينا بيها ولكن تمت بسلام. يبقى زي ما قلت النادي الاهلي احنا عيله واحده، مجلس اداره بقول لك جوه نختلف نقول اي حاجه، في الاخر بنطلع متفقين عن احنا كلنا القرار ده بيمثل مجلس الإدارة، القرار ده بيمثل قرار مجلس الإدارة خلاص. طيب كابتن جوهر، عايزين نتكلم شوية عن الإعلام الأهلاوي، قناة النادي الأهلي وفريق عمل ضخم من الزملاء بيشتغل لتقديم رسالة أيضا تليق بالنادي الأهلي، تعبر عنه وتليق بقيم ومبادئ النادي الأهلي. إيه اللي بتتمنوه كمجلس إدارة وفيه اهتمام وفيه خطوات وفيه حرص بالتنسيق بين مجلس الإدارة وإدارة القناة على تطوير منظومة البث الفضائي الخاص بالنادي الأهلي ومحتوى قناة الأهلي؟ شايف قناة الأهلي إزاي وبتتمنى لها إيه؟ فيش كلام، قناة الأهلي من أوائل القنوات اللي طلعت، ويمكن هي القناة بمعنى قناة هي الوحيدة اللي موجودة بتمثل النادي، مفيش قناة تانية في مصر موجودة غير قناة النادي الأهلي. فعلا بعض الانديه الاخرى ممكن بيشتروا هوا يعملوا برنامج، تمام دي مش قناه، دي احنا اسمها احنا بنشتري هوا، انا شغلانتي في الميديا ففاهم ايه الفرق. مش قناه يعني بيبقى دي اسمها قناة. فترات للبث الفضائي في اي مكان للبث. يعني فكره قناه متكامله دي النادي الاهلي بتمثل كيان واحد او بتمثل نادي، هي يتفرد بيها النادي يعني الأهلي. حتى النادي الاهلي مطلوب في منه اللي هو يبقى رقم واحد في الاعلام، عشان كده اول نادي عمل محطه، عمل قناه،
من سنين، يمكن اعتقد من 2008 2009 على ما اتذكر 2008. النادي الاهلي طبعا الرسائل المنبر الاعلامي ليه هو المحطه بتاعته، دي من احدى الوسائل الاعلاميه بتاعت النادي الاهلي، المحطه. المحطه دي شيء مهم جدا، شايفين ان في تطوير بيحصل في المحطه بشكل كبير، في زملاء بيدخلوا، رسائل اعلاميه مختلفه. النادي الاهلي او محطه النادي الاهلي مش بس اللي هي بتدافع عن النادي الاهلي فقط، او بتبرز دور النادي الاهلي، لا كمان بتبرز دور الرياضه بصفه عامه وطبيعه الحال دور النادي الاهلي في الرياضه المصريه. كمان النادي الاهلي، محطه النادي الاهلي عليها دور مهم جدا اللي هي نبذ التعصب بشكل كبير. طيب خلينا اقف عند النقطه دي شويه كابتن جوهر، كلامك ده مهم جدا لانه بيرد على الناس اللي قالت يا جماعه القنوات الفئويه في مقدمتها او النموذج الوحيد الحقيقي المتكامل لها في مصر هو قناه النادي الاهلي، قالوا ان من المفترض ان ده يغذي التعصب وانه يسبب مشكلات اكبر في الوسط الرياضي، بينما الممارسات وما اتفق عليه وسياسات العمل الاعلاميه بالتنسيق بين النادي والقناه بتقول دايما لغه الحوار، لغه الخطاب، ما فيش تجريح في حد، ما فيش اساءه لحد. ازاي نرد على الناس اللي دايما بيربطوا باسم انها قناه بتمثل نادي ومنتميه له وتعبر عن وجهه نظره بانها بتسير في اتجاه التعصب؟ هو واضح، ما هو لو في اي تجاوز من في المحطه هنا من اي برنامج كنا هنشوف فيه مخالفه جايه. هنشوف برنامج بيتقفل، هنشوف محطه بتتقفل. النهارده هو القناه دي موجوده بقالها كام سنه؟ بقالها سنين، بقالها 10 11 11 سنه. فالنهارده اللي بيقول ان المحطه بتغذي التعصب، أو طب احنا كان في مسج، كان او كامبين، حمله اعلاميه ضد التعصب في البدايه ضد التعصب من 2008. كان النادي الاهلي على فكره صاحب من ضمن الناس، مش هقول صاحب، اللي كانت مشاركه في المبادره دي. مفيش كلام. انا ايام ما كنت بقدم في برنامج في النادي الاهلي هنا، كان في، فاكر ماتش الاهلي والجزيره في صاله النادي الاهلي، جمهور الاهلي طلع يضرب ولعيبه الجزيره. انا قلت ازاي ما ينفعش جمهور النادي الاهلي يعمل كده، وقلت نقد قد كده بجمهور النادي الاهلي. النهارده المحطه بتاعت النادي الاهلي النهارده مش المفروض فقط تتكلم وتدافع عن النادي الاهلي، لا لا، تدافع عن الرياضه بصفه عامه وتبرز دور على فكره الرياضة النادي الاهلي، ده شيء طبيعي جدا. انما الحاجات اللي احنا بنسمعها كلها والرسائل المحترمه الخاصه بالاعلام الرياضي كلها جزء من مهمه قناه الاهلي طبعا، ده اكيد. وده مش، احنا ما بنتكلمش على الحال دلوقتي، الكلام من 2008 من ساعه ما طلعت القناه بتنبذ التعصب وتنبذ كمان الارهاب، مش بس التعصب طبعا. هي مع النادي الاهلي مرتبط بقضايا وطنه، وفي قضيه تانية كمان مهمه حريص عليها الى ابعد مدى هذه المرحله الكابتن الخطيب ومجلس الاداره الحالي، عايزين نسمع رايك فيها كابتن جوهر. الدور المجتمعي للنادي الاهلي، اصبحتوا دلوقتي بتشاركوا مع هيئات مصريه ودوليه لتوقيع بروتوكولات تعاون، اليونيسيف وغيرها من الهيئات المهمه للمشاركه في قضايا مجتمعيه مهمه جدا. دور النادي الاهلي في المجتمع المصري، ما هو النادي الاهلي نادي وطني، نادي للرياده في كل شيء، الرياضة الاجتماعية، الرياضية كمان، المجتمعية. فبالتالي احنا الهيئات دي على فكرة هي اللي بتدور على النادي الأهلي، بتدور على النادي الأهلي لما له من جماهيرية وانتشار واسع وتأثير في المجتمع، وتأثير في المجتمع بشكل كبير. فبالتالي لوجو النادي الأهلي لما يروح مع اليونيسف ولا تروح مع أي مؤسسة اجتماعية يهمها وجود اللوجو بتاع النادي الاهلي، النادي الاهلي ما بيمانعش خالص، بل بالعكس، ما دام هو ده هيفيد المجتمع بشكل كبير. فاي حاجه ليها علاقه بالتنميه المجتمعيه المجتمع المصري ومواجهه المشكله، طبعا النادي الاهلي بيكون موجود، وما دام لا يضر عائله النادي الاهلي ولا يضر العلامه التجاريه للنادي الاهلي. يعني هل ده معناه ان احنا هنشوف شراكه اكثر واحتفاليات اكبر ومشاركات وبرامج عمل مشتركه مع هيئات اكثر لها دور على المستوى المحلي والدولي للنادي الاهلي في الفتره الجايه؟ طبعا. انت شفت في رمضان في السفارات، البطوله الرمضانيه للسفارات او بطوله السفارات موجوده، دي حاجه دبلوماسيه على فكره النادي الاهلي بيلعب فيها دور من خلال كره القدم ودعوه السفارات المختلفه على ارض النادي الاهلي في اهلي الشيخ زايد، ويمكن دي كانت ثاني دوره ليها. النادي الاهلي ليه دور كبير جدا، مش بس دور رياضي، لا كمان ليه دور اجتماعي، دور مجتمعي، كمان دور سياسي، لان النادي الاهلي نادي زي ما قلت هو نادي مش محلي، ولكن نادي على المستوى الافريقي والمستوى العالمي ليه تاثير كبير جدا، وخصوصا النادي الاهلي لما كان بيمثل مصر في اي بطوله عالميه، كره يد، كره قدم، بيبقى بيرفع علم مصر مش علم النادي الاهلي.
طيب كابتن جوهر، الكابتن محمود الخطيب خلال ندواته ولقاءاته مع الأعضاء خلال السباق الانتخابي الخاص بمجلس إدارة النادي الأهلي قال قناة الأهلي قناة جمهورها يعد بالملايين، ليه ما نحلمش أنها تبقى أفضل قناة رياضية في مصر؟ هل ده موجود نصب عين المجلس؟ هل ده موجود كهدف ان المجلس النهارده بيشتغل بالتنسيق مع الاداره، اداره القناه وبرزنتيشن شركه برزنتيشن كشريك في برنامج العمل ده، انكم توصلوا لاعلى مستوى من الخدمه الاعلاميه وتسويقها وقدرتها وتوسيع وتعظيم دور قناه الاهلي في الفتره الجايه؟ خليني بس افكرك بحاجه. اول ما طلعت المحطه ما كان فيه اللوجو بتاع النادي الاهلي بس، كنت بشوف ناس اهلاويه كتير جدا يقولوا احنا بنفتح اللوجو نتفرج عليه نفتح بس نص في البيت ساعه على الاقل في اليوم اللوجو بس كده نشوف اللوجو بتاع النادي الاهلي. طبعا مفيش كلام، مجلس اداره يهمه جدا القناه ويهمه تطوير المحطه، وبل تعاون طبعا مع برزنتيشن لان هو شريك اساسي وكبير في التطوير اللي بيحصل، فالمحطه ليها الاولويه كبيره في تطوير الرساله الاعلاميه، تطوير المحتوى. ويمكن دكتور محمد العد يمكن والتيم كله مش بس دكتور محمد العد، المجلس في عمليات تطوير مجلس الامناء بمعنى صح للقناه عاملين تطوير جيد. هل ده كفايه؟ لا مش كفايه، لا عايزين افضل واحسن واحسن، لان دايما النادي الاهلي عاوز الافضل والاحسن. مفيش حاجه دايما، مفيش حاجه بترضي الاهلاويه. وصلت لحاجه، طب مبروك، سقف طموح الاهلاويه بلا حدود، دايما بلا حدود، وده اللي احنا متعودين عليه وده اللي اتكتب على النادي الاهلي او شغال في النادي الاهلي. ايه الملفات اللي هتبداوا تشتغلوا عليها الفتره الجايه؟ في ملفات كتير قوي بيشتغل عليها مجلس الاداره على المستوى الرياضي والانشائي والخدمي زي ما قلنا، في على مستوى المصايف، في نقله كمان في مستوى الخدمه اللي بتقدم سواء في مرسى مطروح او في مارينا في الساحل الشمالي. قول لنا الافكار اللي بتسعوا لتحقيقها وانكم شايفين انها هيبقى لها اكبر مردود عند اعضاء النادي الاهلي يا كابتن. يمكن احنا عاوزين نسوق العلامه التجاريه بتاعه النادي الاهلي افضل من كده، عايزين يكون عندنا بلاتفورم، عندنا منصه للنادي الاهلي. يعني ايه منصه؟ عاوز يبقى عندنا موقع النادي الاهلي تقدر تدخل عليه، موقع ده تقدر تشتري من عليه، سواء تشتري البراندز بتاعت النادي الاهلي او حاجه مثلا موبايل وعليه موجود اللوجو بتاع النادي الاهلي او توي معينه للنادي الاهلي او تيشرت بتاع النادي الاهلي ممضي على لعيبه من او كوره من النادي الاهلي، فيكون في منصه بمعنى صح، وده الاي كوميرس او الموقع الالكتروني، موقع الكتروني تجاري بس خاص بالنادي الاهلي. ده مهم جدا. يمكن اتكلمت على كمان شكل جديد للتجربه اللي كانت بدات قبل كده تحت مسمى الاهلي ستورز، بس هيبقى شكل جديد بس. يعني اهلي ستورز طبعا دي حاجه كويسه جدا، ولكن معظم الحاجات بقت ديجيتال دلوقتي، بقت رقميه. فالناس بتطلب الحاجه من بيتها وعايزه الحاجه من بيتها ومن على الموبايل بتاعك، الترافيك كله دلوقتي معظمه جاي من على الموبايل، يجي لك اللي انت عاوزه. كمان موضوع الخدمات للاعضاء مهم جدا. يمكن الاستاذ عمرو فاروق نائب رئيس مجلس اداره كل في موضوع مارينا، والحقيقه الراجل عمل فكره كويسه جدا، واعضاء النادي مبسوطين ان بقى في مصيف للنادي الاهلي في مارينا، الى جانب طبعا المصيف اللي موجود في مرسى مطروح، وبنحاول كمان نشوف اماكن تانية. حته كمان الرياضه مهم جدا يكون عندنا اكاديميات، احنا بنفكر دلوقتي الاكاديميات خارج مصر مش خارج القاهره، خارج مصر يكون اكاديميات رياضيه مش بس كره قدم، مش بس كره قدم. يمكن بنبدا طبعا بطبيعه الحال بكره القدم نمره واحد، يمكن زميل محمد الجرحي من الناس اللي ماسكه مكلفه بالموضوع ده، بيحاول الى حد كبير اللي هو يكون في تواجد للنادي الاهلي في قاره افريقيا من خلال كره القدم، من خلال بقى المحافظات الالعاب المختلفه مش بس كره القدم، كمان كره اليد والطايره والسله والكاراتيه. ده بنتوسع في دراسه، بتتم في دراسه شغالين عليها بشكل كبير. الى جانب النشاط الرياضي، احنا في دراسه النشاط الرياضي كيفيه تجديد الفكر بمعنى اصح في النشاط الرياضي، ففي دراسه بتحصل، ويمكن في اللجنه دي فيها الزميل ابراهيم الكفراوي والدكتور مهند مجدي والزميل محمد الضماطي، يطلعوا لنا بفكر يعرض على مجلس الاداره، نشوف هل نعمل ايه في النشاط الرياضي السنتين الجايين. طيب في توسع في فروع النادي الاهلي، في خطه طبعا طموحه جدا لفرع التجمع بعد اهلي الجزيره واهلي مدينه نصر واهلي الشيخ زايد. في اعضاء، هل ممكن اعضاء تطلب منكم او بتسمعوا مطالب بان يبقى في فرع في صعيد مصر مثلا يا كابتن جوهر؟ يعني ولا لا بمنتهى الصراحه يعني ناس كتير طرحت ده، وان ده في ناس قطاع تاني من المصريين يتمنى يوصلوا النادي الاهلي. في المنصوره ناس عاوزه تعمل نادي اهلي، بس تعمل نادي اهلي في حته بره تاني الموضوع مكلف جدا. كمان عشان زي بالظبط يكون عندك علامه تجاريه فبتديها لحد تاني عشان يديرها، فانت مش ضامن اللي هيدير الكلام ده عامل ازاي، لازم هيمشي على نفس على نفس المعايير ولا لا. خلي بالك وجود ثلاث فروع للنادي الاهلي ما
والفرع الرابع داخل عليها في التجمع على فكره. التجمع ده حجم شغل ضخم جدا هنتكلم عنه دلوقتي جدا. فبالتالي الموضوع صعب. وبعدين كل عضو في كل فرع هو في الاخر نادي واحد اسمه نادي الاهلي، بس في زايد وفي مدينه نصر وفي الاساس في الجزيره، كل واحد عاوز هو نفس الافضل، المعايير ونفس عاوز المستوى، عاوز زي مدينه نصر وعاوز زي الجزيره، عاوز شيء طبيعي، هو من عيله النادي الاهلي ده عاوز دراسه جدوى. فالموضوع مش سهل ابدا. لكن زي ما قلت زايد جايه الفتره الجايه السنه دي، الموسم ده زايد هتلاقي فيه انجازات بتتم على المستوى الاهتمام بفرع الشيخ زايد كبير جدا. لكن الجيم بقى فيه اجهزه جبناها جديده للجيم بتاع زايد، وبنكمل في الجزيره، في تطوير بيحصل خلال الفتره الجايه في كل الفروع. ولكن احنا نفتح فرع تاني بره القاهره اعتقد هيبقى صعب جدا. كمان الاهلي بيمشي خطوه خطوه، يعني دلوقتي متهيألي تركيزكو التارجت الرئيسي تحقيق بقى انجازات في فرع التجمع، دي خطه العمل مركزه جدا على الموضوع ده. طبعا احنا تطوير زايد البدء في التجمع بشكل كبير، لان الناس خلي بالك في ناس كانت واقفه بالطوابير عشان تدخل تعمل اشتراك في النادي الاهلي. النادي الاهلي في التجمع، يعني النادي الاهلي في التجمع او حتى الانديه بصفه عامه. فالنهارده محتاجين في التجمع يكون في انجاز على الارض بشكل كبير جدا. وعلى فكره الانجاز ده بيعلي القيمه، قيمه العضويه بتاعت النادي الاهلي طبعا، لو هي بخمسه قروش تبقى بسبعه وثمانيه. فبالتالي الاهتمام بفرع التجمع وقبليه طبعا فرع الشيخ زايد خلال الفتره الجايه دي من اولى اهتمامات مجلس اداره النادي الاهلي. التنسيق بينكم وبين المسؤولين عن التنفيذ والاداره الهندسيه والجهات اللي بتتعاون معاكم في التنفيذ، طبعا بعض الجهات كمان التابعه للقوات المسلحه اللي بتنفذ في شراكه بينها وبين النادي الاهلي في تنفيذ عدد من المشروعات. كابتن جوهر، التصور الاولي للفتره المتوقعه لتنفيذ فرع التجمع في مرحلته الاولى كام سنه؟ طبعا احنا بننسق مع المهندس المستشار بتاع المجلس الهندسي للمجلس الاداره، هو المهندس علي سامح علي كامل. ولكن تقول امتى بالظبط؟ طبعا انا كجوهر نبيل قاعد قدامك ما اقدرش اقول امتى، لان دي مش حتتي، دي المهندس سامح علي كامل. ولكن في اقرب فرصه بتاخد بيها الموافقات تقريبا خلصت بتاعه الارض، فأقرب فرصة هنبدأ فيها أكيد التنفيذ أو الشغل هيبدأ بعد الانتهاء من التراخيص والموافقات فورا. بالضبط. إنما إحنا كنادي أهلي زي ما بقولك إحنا ما فيش حاجة هتعطل، بل بالعكس أنت يمكن اتكلمت قلت على البرنامج الانتخابي وإحنا ماشيين فيه بشكل كبير، ودايما لما بنطلع بروجكت أو مشروع بيخلص هو ده المشروع اللي كنا قلنا عليه في البرنامج الانتخابي. في حاجات ممكن ما تخلص خلال الاربع سنين، دي زي ما قلت ما لهاش علاقه بمجلس اداره، ليها علاقه بموافقات بورق بتصاريح بالكلام ده كله. احنا نفسنا يكون عندنا استاد مثلا، دي حاجه اللي احنا اتكلمنا فيها وكنا خلاص بنخلص، بس الظروف غيرت المواضيع وماشيين على فكره لسه في موضوع الاستاد. بس ما يعني فعشان كده بقول لك البرنامج بنحاول الى حد كبير مجلس اداره برئاسه كابتن محمود الخطيب اللي هو ينفذ كل عناصر البرنامج الانتخابي. طيب كابتن جوهر، عايزك توجه بعض الرسائل لعدد من الشخصيات في الوسط الرياضي او للفرق الرياضيه ايضا. عايز ابدا بالكابتن محمود الخطيب، تحب تقول ايه للكابتن محمود الخطيب عن الفتره اللي فاتت اللي اشتغلتوا فيها معا في مجلس الاداره، وعن الفتره الجايه وتطلعاتكم كمجلس اداره للنادي الاهلي بقياده كابتن الخطيب؟ كابتن الخطيب يمكن اقدر اقول له انت صبرت الحال الفتره اللي فاتت جدا، والصبر ده احنا تعبناك كمجلس اداره، مش بس عوامل خارجيه، احنا استحملتنا كتير جدا، استحملت ارائنا، كنتوا مرهقين في مناقشاتك جدا. والحقيقه كابتن محمود اصلي بيدي فرصه لكل واحد يتكلم يقول رايه، ودايما واحد عاوز يقول رايه بحماس ويطول والكلام ده، فكابتن محمود الحقيقه بيدي كل واحد حقه زياده، وكنا بعض الناس بتختلف ولا عاوز كذا، فكان صبور وبيخلي كل واحد يتكلم يقول اللي هو عاوزه، وفي الاخر كابتن الخطيب هو بيعمل اللي هو عاوزه. فبس هو قادنا الحقيقه لبر الامام في الظروف اللي فاتت دي السنه اللي فاتت، واتمنى له باذن الله الخير معانا في الموسم القادم، وان شاء الله متفائل خير لمجلسنا يعمل انجازات جيده جدا من خلال الادارات التنفيذيه المختلفه في النادي. هختتم الحوار ده ايضا برساله تحب توجهها لاعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي ولجماهير النادي الاهلي. أعضاء الجمعية العمومية النادي الأهلي، خلينا نتكلم على جزء الرياضة بالنسبة لهم. مش كل أولادنا مش لازم يكونوا اللي موجودين في الرياضة، مش لازم يكونوا رياضيين. يعني ثم الرياضة موجودة وما فيش حد بيبقى موجود بواسطة، على فكرة وأكد، لأن أولياء أمور جد كتير جدا بتكلمني، مفيش حد موجود بواسطة، قد يكون هناك بعض الأخطاء، بس لما بنعرف كمجلس إدارة
بنتدخل بشكل من خلال الراجل التنفيذي وبنصحح. بالناحيه الاجتماعيه المجلس بيحاول بكل الاشكال اللي هو يرضي ويلبي رغبات الاعضاء الجمعيه العموميه بشكل كبير. بالنسبه للجماهير جماهير اعتقد عاوزين الجماهير تقف في ظهر النادي الاهلي مش مجلس اداره، النادي الاهلي بصفه عامه، وتشجع النادي الاهلي وتصبر، وان شاء الله السنه دي تبقى سنه خير جدا على جماهير واعضاء ومحبي النادي الاهلي. بشكرك جدا على وجودك معانا، ان شاء الله تكونوا موفقين في المزيد من الانجازات، تبنوا على ما حققتوه حتى الان يا كابتن جوهر، ويزداد العمل والتنسيق بين كل كوادر مجلس الاداره بقياده كابتن الخطيب لتحقيق كل تطلعات ومطالب وطموحات اعضاء النادي الاهلي وجماهيره في كل مكان. بشكرك جدا يا جندي، بشكرك مره تانية، واتمنى ان شاء الله السنه الجايه نحتفل بعيد ميلاد القناة قبلها بيوم بيومين زي النهاردة كده، وتكون محطتنا محطة الأهلي تكون الأفضل والأحسن إعلاميا بإذن الله. بشكرك شكرا جزيلا لك، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي وأحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة اليد على مستوى مصر والنادي الأهلي وعالميا أيضا، كان من اللاعبين واحد من اللاعبين العشرة الأوائل على مستوى العالم في التصنيف، وكان في المركز الثامن عالميا حسب التصنيفات الدولية في بعض الفترات، وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي الكابتن جوهر نبيل. بشكرك شكرا جزيلا كابتن. شكرا جزيلا. مشاهدينا ابقوا معنا، بشكر حضراتكم على المتابعة، فقراتنا مستمرة، المزيد من اللقاءات مع عدد من أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين في النادي الأهلي في حرص من القناة وتنسيق مع مجلس الإدارة على أنهم يتواصلوا مع حضراتكم بشكل مباشر من خلال برامج الهواء في أو على شاشة قناة الأهلي، وحنبدأ أيضا ومزيد من اللقاءات بعد لقائنا مع الكابتن جوهر غدا إن شاء الله، لقاء آخر مع الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. البقية مع زملائي اليوم والمزيد من اللقاءات والحوارات في هذه التغطية من خلال الأهلي الليلة. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم في الاهل الليله وباقي الفقرات، لكن الفقره اللي هتكون معانا دلوقتي هي فقره مع احد النقاد الرياضيين الكبار جدا في الوسط الرياضي، هنتكلم معاه في ملفات عديده وكثيره عن النادي الاهلي، سواء في الجزء الخاص بالنادي الاهلي والجزء الخاص ايضا بالكره المصريه والاتحاد المصري لكره القدم والخريطه المستقبليه، وكمان ممكن نتكلم معاه عن الاعلام الرياضي خلال الفتره السابقه والفتره المقبله. معايا مشرفني منورني الناقد الرياضي الكبير الاستاذ ممدوح فهمي. استاذ ممدوح مرحب بحضرتك. كابتن اهلا بحضرتك. اخبار حضرتك ايه؟ طيب ربنا كابتن منور. ده نورك انت يا جماعه. خلي حضرتك. طبعا في البدايه عايزين نبدا بالنادي الاهلي، ويعني اكيد لازم نتكلم على اللقب رقم 41 ولقب بطوله الدوري، وعايز اعرف بقى راي حضرتك، رايك في الدوري بشكل عام والبطوله الدوري رقم 41 بشكل خاص. بص، شاء او من شاء او ابى من ابى، الدوري ده ليه نكهه خاصه مختلفه. بس اي حد اهلاوي دايما كان عنده احساس ان الاهلي ايه يسهي، كان شعارنا كده، شعار الاهلي كده يسهي كان. الاهلي دايما عنده، عارف انت التوليفه السحريه، واخد بال سيادتك، اللي هو ايه دايما كده في اخر دقيقه انت حاسس انه هيكسب، ما تفهمش ليه، بس هو احساس. بس كان ده من زمان، من ايام الجيل بتاع والدك ربنا يديله الصحه يعني. هو الروح ده، هو ده الاهلي. فالاهلاويه كان عندهم احساس لغايه اخر ماتش الاهلي ياخد الدوري، بينه وبين بقى منافس دي 17 20 عد زي ما تعد، لكن الاهلي جاي. الدوري ده ليه خاصه، لان زي ما قالنا صديقنا العزيز وزميلنا الغالي يعني ابو حكيم ابو عالم، قال لي الدوري المليار جنيه. حسب هو الراجل قاعد بقى يعد الفلوس دفعت، ابو حكيم عمال يعد بص قاعد يبص وصل معاك كام مليار في الاخر، فقال لي دوري المليار ونص. قلت له مليار ونص حكيم. تمام. فدي كانت مشكله الاهلي السنه دي، ان طبعا دول اولي كان الاهلي فيه غير موفق، طب ما كان محتاج تجديدات تدعيمات. مجلس الاداره بامانه عمل شغل رائع رائع رائع، كانت الكابتن المحترم كابتن محمود الخطيب ادي عيد التوازن، ادي الاستقرار. انا زي ما بقول ان الاهلي استقرار الاهلي، قياده الاهلي، روح الاهلي بتوصل اخر حاجه اسمها بطوله. 41 بطوله بقى كما يدعي البعض بالحلال مش بالحلال، هم بيتحاسبوا في الموسوعه. بس انا شايف بطولة. ان ده كلام سوشيال ميديا وكلام ملوش اي علاقه مع كامل الاحترام. هو انا قلت لحد يتعادل مع حد
قلت لحد يخسر نقط قدام حد يعني الكلام مش منطقي. انا دايما بحب الناس اقول لهم ايه نحسب بالنقط. انا النهارده زعلت ان ليفربول خسر قدام مانشستر سيتي في كاس الدرع الخيريه. زعلت قوي. ليه زعلت؟ ليه؟ عشان محمد صلاح ده رقم واحد. انا من الناس اللي يعني ايه بحب محمد صلاح طبعا. وبعدين الواد ده مش عارف كان في بطلقه كده حاجه ده محمد صلاح وفرادات، لكن الفريق عمل اللي عليه وجمهور طلع بيشجع وفرحانين بيهم، ده شيء جميل. ما طلعش بقى مدرب يقول لك او حد يقول لك دوز ده الحكم عمل كان ده مش موجود يقدر. عندهم لا ما حدش يقدر. ده نفس المينتاليتي والعقليه بتاعتنا ان شاء الله. والله انا غلطان. الحكم هناك عنده عز نفس وعنده كرامه فظيعه. يعني انا عايز اقول يا كابتن عمر ايه، الناس تتكلم بمنطقيه عشان تعرف توصل. طول ما انت بتتكلم بمنطقيه تعرف تحلل تعرف توصل لنتيجه. لكن تقعد تقول اصلي الجدول كان متلخبط، اصل ادوا الاهلي السهل فالاسهل فالاصعب، فجي اسال في الكيمستري صعب او لا نعيد الامتحان من تاني. احنا بنهزر طبعا بامانه يعني. فانا بقول لك ايه المشكله في ايه في يعني لغه حتى الحوار في تقييم البطوله مش لطيف. دخلت ناس من بره حتى استثمارات، ده شيء رائع طالما بتنافس جوه الملعب. وهي نفسك وريني احنا ما حدش قال للاهلي خلي المنافس او غيره يخسر نقط، ده كلام محترم. ما حدش قال للاهلي يقول لك اصل في هدف احتسب تسلل وما اتحسبش، الكلام ده مش 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 يعني في اي حته في الدنيا ليك وعليك التحكيم. لكن الاهلي السنه دي لا، شابوه للاهلي، شابوه لعيبه الاهلي، شابوه لاداره الاهلي، قبل ده كله شابوه لجمهور الاهلي. جمهور على طول الخط، جمهور يا كابتن عمر حاجه جميله قوي. بقول لحضرتك لما تقعد مع حد تحس ان هو عنده ايمان راسخ ان انت البطل يا راجل، يقول لك اه هو الاهلي. فدي روح غريبه يعني، روح كده تحس انها بتخلي الطاقه عندك 10، ده غير الروح الشريره في حد تانيك. انت روحك انت بتوصلك للقمه، هو ده اللي بنتكلم فيه. هو ده الاهلي، الاهلي اللي هو مع احترامي 8 بطولات دوري ابطال افريقيا، الاهلي كام بطوله كاس كاس الكؤوس، كاس الاتحاد الافريقي، ده الاهلي. ده الاهلي اللي كان منتخب مصر 2006 2008 2010. بتكلم مع حد من الزملاء الاسماء يعني، فقلت له الاهلي لما كان فايق المنتخب كان فايق، ونعد بقى الاهلي كان 2006 و2008 مين؟ مينيمم 10 في الاهلي موجودين، منهم 8 على الاقل اساسيين وعديناهم. قال لك لا ده مش معيار. قلت له لا، هي بتتكلم على نادي بيطلع لعيبه قادره تقف على رجليها بتمثل المنتخب. النهارده انا بتكلم في المنتخب عندي محترف مش عارف ايه ومحترف ايه، كلهم مع احترامي فرز ثالث فرز رابع، لكن في معاد محمد صلاح طبعا ده فوق دماغنا. لكن بقى يقول لك الاهلي، انا بقول لك بامانه، لكن الاهلي لما كان 2006 و2008 2010 اتفرج على الاهلي، اتفرج بدايه محترم حسن المرمى، حضري كان موجود بقى لي، نعد الحضري فتحي شادي محمد كان موجود في 2008، وائل جمعه، احمد فتحي، سيد معوض، محمد شوقي، ايوه بنتكلم عماد متعب، بنتكلم في ابو تريكه، بنتكلم في بركات في 2006 لما كان موجود. برافو عليك، خد بقى الاحتياطي كان موجود، مش دول اللي خدوا البطوله ولا حد تاني ولا كان حد بيجيب حد تاني غيرهم؟ فاحنا بنتكلم الاهلي العماد زيه زي الزمالك لا, لا, لا جدال، بس هو الاهلي دايما هو البايونير، هو الرائد، هو الكبير، شاء من شاء وابى من ابى. طيب لو سالت حضرتك سؤال وقلت لك اصعب المحطات اللي الاهلي واجهها الموسم الماضي، هل حضرتك تفتكرها او ممكن نفتكرها مع بعض؟ بالنسبه لنا كانت عقبات كبيره، وكان النادي الاهلي سواء بيتفوق وبينتصر او سواء بيحصل له تعثرات وبيقوم وبيقف على رجليه وبيكمل تاني. وزي ما حضرتك قلت الاهم من كل ده الايمان من جمهور النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي القدامى واعلام النادي الاهلي وكل من هو ينتمي الى النادي الاهلي بره الملعب. تمام. عنده يقين وايمان ان الاهلي ان شاء الله هو البطل لا محال. تمام. الاهلي خسر قدام منافس شرس وشديد بيراميدز مرتين. دي بامانه عايز اقول لك عملت هزه، بس ما فقدتش الثقه. دي كانت اصعب محطات بامانه. لما الفرق واسع بين الاهلي وبين الزمالك والبيراميدز الفرق نقط، برضو الناس ما فقدتش الثقه فيها. الاهلي بدات الناس تشعر بان البطوله جايه الجزيره. سبحان الله يعني قبل حياتك قبل كاس الامم اللي اتعمل فيها شغل رائع، وتحيه لكل الناس اللي قامت بالتنظيم بدايه من دكتور اشرف صبحي المدير المحترم مرعب بكل الناس اشتغلت فيها. الناس كانت بتقول لك لا ونكمل البطوله بعد كاس الامم ومش عارف، فاشاره ربنا ان حد يتصاب وحد يتعمل. اصعب مراحل الاهلي في الدور الاولاني، اصعب مراحل الاهلي لما خسر مرتين بميرابينز، والكل توقع وتنبا ورا الكف ورا الغيب ان انت لا انت خارج الليله، الموسم ده مش بتاعك. مين اللي توقع؟ بعض الناس اللي هم اصحاب يعني اسف النظر القصير يعني ما عندهمش خبرات كافيه في عالم كره القدم؟ عندهم يعني في حاجه ايه هو ولا ايه ما عندهمش ثقه
بامكانيات النادي الاهلي ما يعرفوهاش لسه. هي دي الرؤيه الفنيه مش موجوده، الرؤيه التحليليه مش موجوده، لكن انت بتتكلم عن فريق كان بيجدد نفسه وفريق كان بيعاني من عدم استقرار في محترامي، في لعيبه ما كانتش موفقه، اصابات تدعيمات. احنا ده الاهلي عاش يا راجل ايام تصحى الصبح يقول لك مستشفى الاهلي فيها 5 مصابين النهارده وزياره من 6 ل 9، تصحى ثاني يوم يقول لك والله ده المستشفى زادت 1، فتلاقي ناس عماله تقع. وفي كتابنا احنا في الاهرام حاجات كتير قوي زي كده، كانت في لغز غامض في الموضوع ده. قال لك يا جماعه انتوا محسودين، قال الاهلي محسود، قال لك يا جماعه اذبحوا اي حاجه، الكلام بقى بتاع. لكن الاهلي لا، كان في عصره كبيره جدا جدا، اصابات وايقافات وسوء حظ وعدم توفيق وجهاز فني غير موفق، عارف حاجه كانت توليفه على بعض كده، كانت شوطه في الاهلي زي ما بيقولوا. لكن الناس اللي كانت متخيله بقى لك ايه، لا ده الاهلي كده خلاص عادي بره، خصوصا بعد طبعا الخمسه المغزيه اللي كانت قدام سان داونز. دي كانت كابتن عمر، لا دي كانت يعني جامده قوي، لان الاهلي عمره في تاريخ ما خسر النتيجه دي. اي مجلس اداره كان ممكن يفكر في رحيل المدير الفني بعد النتيجه الكبيره دي؟ بامانه. وانا قلت الجهاز الفني يا اما ما لسه ما عرفش اللعيبه وهتبقى كارثه، يا اما عارف اللعيبه ومش عارف يوظف تبقى كارثه اكبر. طب اسالك سؤال بامانه، هل حضرتك من الناس اللي كنت شايف رحيل مستر مارتن نصاتي في الوقت ده؟ انا ما اقدرش انكر. صح؟ ولا شايف؟ لا. طيب لما بصيت على المدى البعيد ولقيت النادي الاهلي عنده استقرار فني، استقرار اداري، قدر انه يقترب من لقب الدوري العام، وفي النهايه حضرتك بقى بتقيم كناقد رياضي وكاتب صحفي كبير، تقييمك بيكون في اخر السيزون. الحته دي هل تتحسب لمجلس الاداره ان هو صبر وان هو عرف يدير الامور بشكل جيد؟ اكيد. انا بقول لك ايه في كلامي، قلت لك شابوه لكذا وكذا وشابوه للاداره. ليه؟ هو الاداره حسبتها، زي قلت لك لو انا شلت نصارتي وجبت مدير فني جديد، يبقى انا يعني بالبلدي كده بتقول بلح الشام وانا باليم، معنى ايه؟ ما لو وقع هو يتحاسب، لو قامت هيبقى ده كويس، يعني حسابات كانت كده. ما لو جبت مدير فني يقول لك انا مش دعوه، انا مالي بقى، انت جبتني جديد، استنى بقى لما اشوف اللعيبه واشوف اقيمهم. لكن طب انت موجود وانا جبتك بالبلدي كده بقى، شيل شيلتك دي بتاعتك انت بقى تتحمل، عشان لما تطلع النهارده لما جه الاخ اجيري الله يرحمه وانت راح وقلنا له شيل شيلتك، جت على دماغنا احنا، خد لعيبه مش لا تستحق. طب ما احنا استاذ ممدوح دورنا ان احنا نساند المدير الفني للمنتخب لغايه امتى؟ لحد ما ينتهي من يعني من الاختيارات اللي اختارها ويخلص البطوله سواء بالفشل او بالنجاح. رائع. احنا دلوقتي خلاص هو فشل اللي هو عجيري بننتقده. تمام. ليه بقى حضرتك؟ لان احنا دقينا نص خطر. انا عملت موضوع سيادتك في الاهرام وانتقدت عليه من دكتور اسامه غزالي حرب، كان منتخب مصر قبل كاس العالم، في زميلنا العزيز استاذ هاني عمل كاريكاتير يخدم على الموضوع ان كوبر اعمى وسحب وراه لعيبه المنتخب داخلين بيهم سيادتك كاس العالم. امال الاجري يبقى ايه؟ ما انا بقول لك ده اهو. فكتبت وكانت نظرتي في محلها ليه؟ نتائج كوبر في الوديات كانت نيله سيئه جدا، وده اللي حصل. فانت برضو بتبقى قاري بس انت بتنبه، فالمفروض ان في لجنه فنيه بتقعد مع مدير فني، تعالى يا كابتن عمر تشتغل مدير فني، والله انت عندنا كذا كذا كذا، بعرض عليك. لكن انا كاتحاد كوره وعندي لعيبه كوره مفروض انهم بيفهموا وليهم راي، واسيبك تخرب الدنيا؟ لا. طب اسالك سؤال دلوقتي، لو حضرتك في مدير فني موجود لمنتخب مصر حاليا وبيختار الاسامي، وكان في بعض التحفظات اللي موجوده من اللجنه الفنيه، نفترض ان في لجنه فنيه دلوقتي تراقب المدير الفني، وتم الاعتراض على استبعاد بعض اللعيبه واختيار بعض اللعيبه، مظبوط، يعملوا ايه في الوقت ده؟ يندم. انا في عندي مدير فني للاتحاد عنده صلاحيات، انا ما قلتش يتدخل. أيوة. انا كان واضح. ايوه اتحادك بترن جرز، يعني ايه يا كابتن ولا مستر ولا اي حاجه اللي هم جايبهم لنا دول، يا استاذ في عندك 1 2 3 دي رؤيتك؟ انا رؤيتي طب خلاص يا فندم، بس انا قلت لك في كشف حساب. صح. ما هو اي حد في الدنيا يا كابتن عمر لازم يتحاسب في حساب. ما انا ما اسيبكش بعد ما تغرقني وجدع الحقني، الكلام ده مش مظبوط. ليه؟ المفروض معاك جهاز فني مفترض بيشوف عينك، معاك برضه حد مصري واخد بال سيادتك برضه بيشارك مع حضرتك. هل وجود مصري مع اجنبي بيبقى دوره مهمش؟ لا مش بتكلم، انا مش بتكلم على في كل الاحوال، انا بتكلم لما بيجي بالجهاز الفني الثلاثة أربعة اللي موجودين معاه دول، هل الدور المصري بيبقى مهمش ولا على حسب كل مدير فني وعلى حسب شخصية المدرب المصري ممكن يكون شخصية قوية وبالتالي يفرض رأيه بس بشياكة وبطريقة فيها خوف ومصلحة على الفريق، ولا في بعض الأوقات ممكن
بالبلدي كده يجي ياكل عيش فبيقضي الفتره اللي موجوده معاه. صدق انت حد جميل والله العظيم والله انت بموت فيك انا حبيبي والله. هو من الاول بياكل عيش؟ اه جاي فادي انت بتعمل جايد لاينز في الاول يا كابتن عمر. انت دور سيادتك مع الراجل 1 2 3 عشان سيادتك هتاخد مرتب صح، لكن مش 1 2 3 تطلع في اثناء البطوله تعمل دخلات تليفونيه تعلى على المنتخب. مين قال ده؟ يعني مين يعمل ده؟ وبعدين تيجي تتكلم تلاقي المدرب العام سواء السابق او القبليه وايه لهم دور؟ وبعدين يقول لك لا ده الدنيا كانت خربانه واحنا سكتنا. يا صلاه النبي مين قال كده؟ يعني مش لطيفه ان 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 احنا بعد ما يعني بعد ما مش المنتخب المنتخب او الفريق يحصل له فشل ان احنا نطلع نقول ان يعني مش من السمات. انت صلاحياتك ايه؟ احنا انت نطلع نقطع في المنتخب بالظبط. انت جيت يا كابتن عمر جاي صلاحياتك ايه؟ مع الناس نعرف صلاحياتي 1 2 3. اصل انا يا استاذ ممدوح عندي كده عندي راي. انا مع استاذ ممدوح في فريق واحد. الاستاذ ممدوح هو الليدر، فشل يبقى انا فشلت معاه اتحمل مسؤوليه، لكن رائع. ما اقولش استاذ ممدوح هو اللي فشل لوحده. جميل جدا. مين بقى بيقول انا اقف لغايه فين؟ فوت انا جاي بتعاقد مع حضرتك بقول لك انت دورك مع المدرب 1 2 3 مش مجرد انت تطلع تعمل مداخلات، مش مجرد تطلع مع احترامي بعد الدنيا ما تقع تقول ده احنا كانت الدنيا سايبه وفلان ما ينفعش قائد المنتخب فيرد عليك قائد المنتخب. اسلوب لا يليق. انت كنت فين من الاول؟ قبليها كابتن اسامه نبيه نفس الحكايه. فانت جايب اما جيب مدرب عام قوي. المدرب العام ده هو عينك جوه المنتخب، هو ايدك اليمين وايدك الشمال جنب المدير، فهو اللي بيقرا معاك. هو انت النهارده بتبص على يونج كلوب في ليفربول النهارده ماتش النهارده او جوارديولا او جوارديولا مش في حوار بيحصل بينه وبين الجهاز؟ طبعا. امال ايه يا فندم؟ امال بيوصلوا ازاي كده؟ يعني الراجل مش لوحده بيتكلم. بس عايز اقول عليك على حاجه، ان يورجن كلوب هو اللي جاي مختار جهازه. رائع. انا ما قلتش لا. عارف يا راجل صندوق احنا بنتكلم في ايه؟ انا فاهمك. انا بتكلم في ايه؟ مع كامل الاحترام والتقدير لدور الاتحاد المصري لكره القدم، لكن الاتحاد المصري لكره القدم لا يسعى الى التجانس داخل الاجهزه الفنيه. لا يسعى. لا يسعى. يعني لا يسعى. لا يسعى. يعني انا شايف ان هم بيجيبوا 5 بابا مش متناسقين ومش متفقين مع بعض. ده انا اصفك ليك او بلغه بسنتي بنتي ابلوسي يا عمر. براحتك بامانه. لا اصل انت بتجي 10 انت بتحط نقط بس هتجيبه من بره. ما هو انت حد فاهم وابن حد فاهم فده بيريح. والله مش بجامل. هم ليه دايما لا يسعوا الى التنسيق؟ يعني اللي انا عارفه ان استاذ ممدوح لما يجي يجيب الجهاز الفني بتاعه في الاخر حاسبه. لكن صح. ليه افرض على الاستاذ ممدوح ناس بعينها علشان خاطر مع تربيطات؟ ماشي، ما ده اللي انا بسال حضرتك عليه. حضرتك تعرف اكثر مني، حضرتك عندك خبرات اكثر مني، وبالتالي تقدر تقول لي هل ده في صالح الكره المصريه ولا مش في صالح الكره المصريه؟ بالتاكيد لا. بدليل حاجه، كابتن حسن شحاته مسك 2006 كان هو اللي جاب كابتن شوقي، هو اللي جاب كابتن حماده. هو احنا سيبنا كابتن حسن في حاله، كان في احد اعضاء مجلس الاداره ساعتها، وكان وبعد كده تولى منصب نائب رئيس نائب رئيس حاليا، يعني كان نائب رئيس الاتحاد، كان بيسعى حسيسا انه يخش مع كابتن حسن في صدام، واخد بال سيادتك له جت توجيهات سيب الكابتن حسن يشتغل. احنا لينا مزاج كل واحد يطلع ياخد الشو. طب كل واحد يشتغل شغلته؟ لا. طب كابتن عمر بيطلع راجل مذيع ومحترم وحد شاطر؟ لا. ممدوح ما يلاقيهوش ليه؟ ما ياخدش ليه يا فندم؟ انا عندي نقص بقى، عايز اعمل دور جامد جدا. وده مشكله الكره بتاعت. هو حد بيقول يا فندم في اي حته في الدنيا سيادتك لفيت وشفت عندك خبرات ابقى نائب رئيس اتحاد وعيد مجلس اداره اتحاد، اطلع ابقى شغال سعادتك مقدم برامج ومحلل برامج واخبار سيادتك ومذيع برامج، وفي الاخر يعني وبس في الاخر اعمل كبار تايمر، اطلع بعد كده. بس عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان احنا بس عايز اوضح نقطه مهمه عشان بس لا يختلط الامر على المشاهدين، ان انا بتكلم على الجهاز الفني للمنتخب. الجهاز الفني للنادي الاهلي ليه كل الاحترام والتقدير، لكن النادي الاهلي دايما بيسعى الى توافق الكل ما بين مدير كوره ما بين جهاز فني ما بين مدير فني اجنبي. انا بتكلم على ان النادي الاهلي دايما بيضرب مثل في الاحتراف وبيضرب مثل في المنظومه الاداريه الناجحه. ابدا ما فيش حد عضو مجلس اداره في النادي الاهلي بيدخل في تشكيل جهاز معين ولا في قطاع ناشئين ولا اي شيء. كابتن محمود الخطيب او لجنه الكوره هي اللي بتكون مسؤوله بعد التشاور وبعد التنسيق، بيطلعوا ياخدوا قرار 1 2 3 ده لصالح النادي الاهلي. مزبوط. لا بيطلعوا يتكلموا ولا بيطلعوا ينتقدوا، ولا بنشوفهم ان بعد كل مباراه حتى لو حصل زي سان داونز بجد كارثه، محدش طلع اتكلم ولا اي حاجه. كان في قرارات احنا هنا في القناه اتكلمنا بس، لكن ما كانش في مجلس الاداره ما حصلش حد بيتكلم ابدا. بالعكس
كانوا بيساندوا الجمهور وبيقولوا ان الجمهور ليه حق ان هو يكون زعلان. صح. لكن وخدوا موقف، قالوا في خصم من عقود اللاعبين. صح. حصل. صح. موضوع انا كجمهور او اي حد جمهور. صح. بيبقى عنده ايه ايمان ان انت عندك ردع للاعبين، فبالتالي اللاعب يفوق. هو دي سبب نجاح. النجاح يعني ايه؟ في انتظام، في نظام، في انضباط، في ضبط وفي ربط. لكن سمك لبن طمران دي في الاخر هتجني ايه؟ ولا حاجه. وده اللي حصل معانا في الكره المصريه. لكن الاهلي بيضرب مثلا في الانضباط، في الالتزام، حصلت دروب في سان داونز. انا كمدير، انا كاداره، لا بقى اقول في دروب، عمل اجتماع مع لسارتي، في كذا كذا كذا، في عقوبات على اللعيبه، اللعيبه تقبلت هذا الكلام، لكن ما حدش تعلق. لكن في انضباط، في سيف شغال، بتجيد، بتكافئ، بتخطأ، بتعاقب. هي دي الإدارة، ده اللي بتكلم فيه. سبب نجاحك هو ده، لكن ده ما بيحصلش في منظومة الكرة بصفة عامة. بدليل جدول الدوري بتاعك الموسم اللي فات كان في منتهى السوء، شوية تحت وشوية فوق، شوية من أسبوع 17، شوية من أسبوع 30، ممكن حد يعرف حاجة. هل حضرتك شايف الموسم الحالي والقرار اللي طلع او الصوره اللي انتشرت الصبح على مواقع التواصل الاجتماعي وبدايه الكره الموحده في الدوري المصري، هل حضرتك شايف ان هي يعني نبص شويه للايجابيات ونص الكوبايه المليان زي ما بيقولوا، هل حضرتك شايف ان دي خطوه يعني الى حد ما كويسه؟ بص، توحيد كره القدم لكل ماتشات الدوري العام. حلو. ده قرار هنحاول نجيب لحضرتك الصوره ولشاده الساده المشاهدين. كوره عليها العلامة الخاصة، العلامة التجارية المتعاقد مع الاتحاد المصري كرة القدم. تمام. وعليها شعار الاتحاد المصري كرة القدم ونجوم كأس الأمم الأفريقية لمنتخب مصر اللي حصل عليها في أفريقيا، وبالتالي هيجبر كل الأندية إن هي تلعب بكرة واحدة أسوة بالدوري الأسباني، الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، إنه في كرة موحدة لكل الأندية علشان شكل البطولة يبقى يليق بتاريخ الكرة المصرية. دي خطوه طبعا يعني حاجه صغيره بس لازم نمشي بيها، بس لازم نمشي بيها. لا مدلول، لا دلاله. صح. وده شراء. انا يهمني زي ما يعني حاج عامر حسين الله يديله الصحه في اول موسم اللي فات قال لك الموسم ده استثنائي، فالناس تقبلت كما هو، لكن الموسم ده اتمنى ما يبقاش استثنائي. ما يبقاش استثنائي، خلاص بقى. مش كل ما يحصل حاجه ده استثنائي، لا. انت ما عندكش مؤجلات، انت حكمت مشاركه الانديه في البطولات العربيه، البطولات الافريقيه، بقى في سيستم، عندك جدول محترم، ما يطلعش حد يتحجج بالجدول، ده اهم حاجه عندي. في مؤجلات، يبقى مؤجلات لظروف قهريه، جو، اي حاجه زي كده. طب عايز اسالك سؤال. اتفضل. ليه دايما لحد دلوقتي النادي الاهلي هيلاعب بيراميدز 17 او 18؟ ليه ما يبقاش يوم 17 لا بس؟ لا اتحدد اعتقد. لا انا بتكلم على بتكلم على القرارات اللي كانت، او هنلاقي الفتره اللي جايه، او تم. كان في دي طبعا الكوره اللي كنت بكلم حضرتك عليها. جميل. دي الكوره الخاصه بالدوري المصري، عليها شعار الاتحاد المصري كره القدم، وعليها عدد النجوم اللي منتخب مصر فاز بيها ببطولات الامم الافريقيه، وبالتالي عليها ايضا او هي علامه تجاريه خاصه بالاتحاد المصري لكره القدم بعد ما فسخ التعاقد او بعد ما انتهى التعاقد مع الشركه الراعيه اللي قبليها. وبالتالي الكوره انا شايف ان هي خطوه حتى لو صغيره، لكن خطوه ايجابيه محترمه تدل على ان بدا يكون في فكر تسويقي. صح. بص عليك، ده فكر تسويقي، وانا اعتقد الكابتن حماده زاهر مدير التسويق في اتحاد مصر لكره القدم هو اللي ممكن يكون طرح او اقترح الفكره دي على اتحاد مصر لكره القدم، واعتقد انهم موافقوا على طول. لكن عايز ارجع لكلام حضرتك، هل ممكن اتحاد مصر لكره القدم يعني يستغنى عن كلمه او، يبقى يوم 17 ما يبقاش يوم 17 او 18؟ تمام. هو بيتحكم فيه طبعا الدواعي الامنيه، وده مهم، بس هو لو حصل تنسيق، وده اللي وعدنا بيه الدكتور اشرف والمسؤولين ما بين الاتحاد الكوره والجهات الامنيه، الدنيا هتتحدد. صح. خصوصا ان انت النهارده بقول حاجه كده، انت ايه عندك دوري ابطال افريقيا، عندك كونفدراليه، عندك دوري ابطال العرب، كل شيء محدد. وبالتالي انت لو هتلعب في الجدول في اطار ان انت تقول لا هنعمل الجدول بناء على كده، يبقى انت كانت او دي هتنتهي. خصوصا ان انت عندك سوبر، السوبر المصري هيبدا طبعا الموسم الجديد بيه، وبعديها هيبقى الاهلي والزمالك سوبر مصر، وبعد كده الدوري. فاعتقد دي يعني تدريجيا هتتلاشى، خصوصا الموسم ده لا في كاس افريقيا عندي، ولا عندي كاس امم، وتصفيات كاس العالم وتصفيات كاس الامم الافريقيه متحدده، وبالتالي الجدول عندك ثابت. فانا في اعتقادي ان يعني ان شاء الله ان شاء الله، او دعنا نتفائل زي ما بيقول، ان لا الجدول السنه دي اعتقد اكثر انتظاما، على الاقل يعني هيبقى ملامحه شبه ثابته. مش هتلاقي اسبوع قبل اسبوع دي سحرة تحصل. واعتقد الانديه كمان هترفض الكلام ده، لان بعد اللي حصل الموسم اللي فات ده، وبال سيادتك خصوصا طبعا ده في تلات انديه هبطوا رافعين قضيه على الاتحاد طالبين بالغاء الهبوط. صح. ولو انت رجعت تقول لك انا اهبط ليه؟ اذا كان ده موسم استثنائي
ما انت اللي قلت مش انا اللي قلت والجدول مختلف فخلاص ما انت اللي تشيل مش انا اللي اشيل. فاعتقد وان شاء الله يعني انا متفائل خصوصا طبعا يعني يعني كلمه سياده الرئيس وتدخل سياده الرئيس وانه قال يا جماعه عايزين منظومه رياضيه متطوره اعتقد تخلي الناس تشتغل تخلي الناس تفضى لهذه المنظومه الرياضيه. خلي بالك حضرتك ان الرياضه ولا سيما كره القدم بتمثل اقول لك واجهه لاي دوله في العالم ومصدر دخل اساسي لاي دوله في العالم. انت بتتكلم في في في, في صناعه بتتكلم في لعيبه محترفه بتتكلم في عمله صعبه بتتكلم في في في, في شعبيه بتتكلم في جماهير يعني عندك مع احترامي موال كبير جدا 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 مكسب. هل انت النهارده كام صدرت كام لعيب محترف كابتن عمر لغايه النهارده؟ شوف انت حياتك طلعت من كاس افريقيا بايه وخرجت منه بايه؟ ده حقيقي. بس انت ايه مكاسبك وخسايرك؟ انت النهارده كام عندك لعيب محترف طالع ولا لعيب؟ النهارده الولد اللي هو بتاع الجزائر مضى خمس سنين ما دخل لا مش رياض محرز يوسف عبد الناصر او محمد يوسف اللي راح اسم ميلان خمس سنين مع ميلان اسم ميلان وده نادي محترم. مين عندك النهارده طلع من المنتخب؟ ما دي برضو انت بتتكلم فيها ما الحسبه كده يعني جيل بتاع 90 حسام وابراهيم حسن وهاني رمزي وكان معاهم مجدي طلبه كلهم احترفوا. انت طلعت من كاس العالم مين عندك لعيب احترف؟ في حاجه زادت عليك؟ بنتكلم لا مفيش احنا عندنا اللعيب الوحيد اللي احنا دايما فخورين بيه ودايما بندعمه في محمد صلاح. مين تلعب بقى في الجيل اللي بعديه؟ بس لا عندنا عشان ما ننساش عندنا محمود حسن تريزيجيه راح لاستون فيلا من خلال بطوله امم افريقيا. بس تريزيجيه اوريدي كان محترف بس النقله حلوه انت عندك لعيب تاني في الانجليزي لا مفيش بس احنا بنتكلم كده يعني انت في كاس العالم ما طلعتش منتج تستفيد بيه وفي كاس امم افريقيا كل المنتخبات اللي راح هنا واللي راح هنا عرفوا يسوقوا نفسهم وسنه البطوله حضرتك عارف دي اول مره تكون في الصيف صح. كان الماركتنج اللي هو سوق التسويق والانتقالات كان شغال انت طلعت مين انت طلعت انت كسبت ايه ولا اي حاجه. فالنهارده انت بتتكلم في مرحله جايه مطلوب فيها اهتمام مطلوب فيها توسيع القاعده مطلوب فيها تشجيع الاحتراف اي لعيب كويس عندك مميز جاله عرض كويس ماشي يا اخي انت تعادل ايه جنبك براحتك. فاحنا دعنا نتفائل بس المرحله الجايه. طيب تعالوا نروح لملف تاني سريعا علشان الوقت بيجري بسرعه استاذ ممدوح وعايز اعرف راي حضرتك في قضيه الاعلام الرياضي في مصر. هل حضرتك تقييمك للاعلام الرياضي خلال الفتره الماضيه من خلال كل يعني كل الانتماءات اهلي وزمالك اسماعيلي استوديو تحليليه ناس القضايا الناس بتتكلم فيها هل في تعصب وناس بتتكلم هل في احترام هل في يعني تكافؤ في الفرق بينها وبين بعض ولا في شويه تحامل وفي شويه انحيازيه لبعض الفرق وبعض الاشخاص داخل منظومه الاعلام الرياضي؟ احنا للاسف محتاجين وقفه مع الاعلام وقفه كبيره قوي. اسلوب التناول واسلوب التعامل مع الاعلام للاسف كل واحد طالع عشان يجامل النادي اللي بينتمي ليه. حتى المراسلين في الصحف ما تيجي تقرا حتى انت عايزك في الصحف هتلاقي كل اللي يهم المراسل رئيس النادي واعضاء مجلس الاداره ودي الكارثه بتاعتك. انت لو بتكتب بحياديه او بتتكلم بحياديه براي محترم انا ما شفتش مثلا في اي محترم في اي جنان اجنبي ولا في اي قناه اجنبيه حد يطلع بيتكلم بالطريقه دي. انت عندك نقد اطلع انتقد بس باسلوب منطقي لا انت بتطبطب على حد ولا انت بتجامل حد. حتى لو انت عندك خطا حتى في الاهلي لو في خطا تطلع تنتقد باسلوب هادي لكن الاعلام بشكل عام لا محتاج وقف. يعني اعتقد يعني اتمنى لجنة الإعلام المحترمة وأستاذ مكرم محمد الإعلام واللجنة اللي هي العليا للإعلام دي لازم يبقى في معايير ويتم الالتزام بيها وأن يخطأ يعاقب من يخطئ من يخطأ يعاقب يوقف بقى يتعرض للمساءلة. لكن أنت بتتكلم في ملايين بتسمعك ملايين بتشوف أنت بتقول إيه أنت بتأثر فيها. أنت عندك فيسبوك وعندك تويتر وعندك عندك موال عندك كل ده بيستمع منك. لو انا كشاب وطلعت لقيت حياتك متعصب للاهلي او متعصب للزمالك طب ما انا هتاثر بيه ده هينعكس على ايه؟ على المدرجات والجماهير. طب انت الموسم الجاي بيقولوا فيه جماهير لما اطلع لسيادتك بتشحنني وتقول لا ده انا مظلوم والنادي ده مظلوم والحكم ده ظلم هروح الملعب اعمل ايه؟ شوف المشهد النهارده بتاع ليفربول ومانشستر سيتي شوف جماهير ليفربول طلع ازاي؟ ايه الاحترام ده؟ ايه الشياكه دي؟ ايه الاناقه دي؟ ايه الناس دي؟ هو دول بشر واحنا بشر؟ ما هو هناك عندهم في رولز ماشيه ده غلط بيتحاسب ده صح بيمشي في نظام. دخلت بتبص على الملعب مفيش امن مفيش عسكري او حد لا كله امن عادي الناس كل واحد عارف مكانه ايه الناس بعد حتى ليفربول هم طالعين محدش احتك بحد كله انبسط كله انا رايح بيقولوا كده رايح اتفسح رايح اغير جو طبعا. فانا رايح باحترامي واطلع من الملعب باحترامي. لكن انت عندك تلاقي في منابر اعلاميه لا تسخن وتعلي التون يقعد يقول لك بقى يقعد يبرر الفشل باسلوب محترمي يثير الجماهير يبقى النتيجه ايه؟ صدام انا جاي لك وانا مشحون فاي خطا ولو وارد
من الحكم او من اي لعيب اخر، اتفرج بقى على الدنيا انت بقى الناس. طب هل يوجد وعي للجمهور؟ مفروض ان يعني المنابر الاعلاميه تكون حريصه ان هي توعي الجمهور من اي تعصب او من اي شخص يحاول اثاره فتن، زي ما حضرتك قلت الجمهور بدل ما يروح مشحون يروح يتبسط، يكون عارف ان هو في حاجه هتبسطه هيتفرج عليها. هل حضرتك شايف ان الاعلام لابد من ان هو يتكلم في الجزئيه دي او في الحته دي، يعني او يقود حمله لا للتعصب ضد اي شيء في ملاعب كره القدم؟ تمام. الانجليز فتره الثمانينات حضرتك فاكر وخدت سان كده كان عندهم مجموعه اسمها هوليجنز. طبعا هوليجنز حاجه صعبه قوي يعني عاملين عارف ايه اللي هم عالم سوري في اللفظ عامل زي الخرس تحس يتخانقوا دبان وشهم همج يعني انا اسف يعني. فلا سووهم في الاول قال لك عادي جماهير عين بقى بيتعصبوا شويه يشربوا الستين البيره وبتاع وبعدين الدنيا تبقى كده لطيفه. لا الدنيا بدات تتصاعد ليه بقى؟ مع الشحن مع كذا لغايه ما حصلت كارثه استاد هيسل سيادتك اكيد تفتكرها. فبدات لا بدات الدنيا بقى تتغير. لا تعالوا بقى فالمشهد بتاع النهارده بتاع المان سيتي وليفربول لو وعدنا فيه 84 استاد هيسل لا الدنيا متغيره. هو في اكيد تعصب في كره القدم لكن في ليميت تعصب لا يؤدي الى صدام مش كارثة. الصدام ايوه الكوارث بس عشان كده اللي بنتكلم فيه مش عايزين التعصب يقود الى طريق مقفول او طريق مسدود وفي الاخر نلاقي بقى فيه وفيات وفي ضحايا وفي زعل. طب ما من الاول انا هكسب ايه كمشجع لما اعمل كده؟ ولا حاجه. انا سيادتك راح اتفرج على ماتش، سيادتك بتلعب كابتن فلان بيلعب، راح اتفرج وهشجع النادي بتاعي زمالك اهلي انا هتشجع. طيب هل انت تعصبك ده واسلوبك محترمي اللي هو الخارج عن النص هيعدي النتيجه جوه؟ لا مش هيعدي النتيجه. هيخلي فريقك يكسب؟ استحال. مش هيحصل. فلكن انا ما رايح انا رايح نزهه رايح اتفسح وبس سيادتك وراح انبسط يبقى انا رايح. في عدم توفيق حصل خلاص. ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل يا فندم. دلوقتي لو قاعد احنا قاعدين في البرنامج وبنتكلم على النادي الاهلي بنتكلم على قضيه الاعلام الرياضي، هل حضرتك دلوقتي لو نادي الزمالك او نادي الاسماعيلي او نادي المصري او اي نادي من الانديه المصريه ادوا اداء جيد قدام النادي الاهلي هنطلع هنقول ايه؟ هنقول تحيه لنادي الزمالك او الاسماعيلي واداء هو انا هعكس غير الواقع؟ هو حياتك انا في قناه عند حضرتك مطالب مني اعكس حاجه شفتهاش؟ طبعا بس انا قلت لك كده ايه المشكله لما اطلع اتكلم كويس عن النادي اللي كسب ده حقه يعني 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 الاهلي والزمالك، الاهلي كسب لو كان الزمالك كسب المباراه كنا هنطلع نقول الزمالك كسب المباراه بسبب 1 2 3 ويستحق المكسب مثلا بالظبط. ما انا بتكلم في علشان ما نقولش بس كلام ده بقى النقد الموضوعي. ما انا بتكلم في حاجه في ايه؟ ما اطلع في قناه يا اما اتكلم كلام موضوعي احط نقط في الحروف كده يا ما اتكلمش يا اما اقول كلمه يعني مع احترامي كلمه يعني تفيد الناس يا ما اقولش. لكن اطلع اقول لا ده الحكم في الحته دي الجول مش اوفسايد اصل صباع رجلي الصغير كانت مش اوفسايد وصباع رجله الكبير هو الاوفسايد. ده بنهزر احنا بقى. لكن انت فريقك يستحق النهارده ليفربول الشوط الثاني مش ممكن انفرادين لصلاح مش عارف الولد الثاني بتاع بلجيكا ده الاسمان ده اللي هو كم 15 ناسيه انا الولد اوريجي برضه ضيع جونين فعارف انت يعني. لكن الجميل طلع ايه؟ ولا حاجه. وعين بيسجلوا معاهم في القناه واخده حصريا انت بتوع مانشستر سيتي فدخل جميل ليفربول بتتكلم في وسط اللقاء وبتشجع ليفربول. ايه ده؟ ايه الجمال ده يا عم؟ ايه ده؟ ايه الحضاره والروكيه ده؟ طب شفت السوبر الالماني امبارح بايرن وبروسيا دورتموند؟ ايه يا راجل شفت ده؟ شفت برضه شفت إيه راجل ده؟ الجمهور واللعيبه إيه والحلاوه والجمال اللي موجود في الملعب. احنا ما بنتعلمش ليه؟ انا هيجنني انا كجمهور مصري انا شباب مصري انا هشجع زمالك اهلي وبتاع نشجع ليه دايما نظريه المؤامره عندنا؟ يعني ليه عندنا لا اصل احنا المقصود يكسروا الاسماعيلي اصل المقصود يهدوا الزمالك اصل مصر. مين قال كده؟ يعني احنا فاضيين في مصر عشان نهد الزمالك والاهلي احنا فاضيين كده؟ يعني البلد مشاكلها خلصت فاضلاش الاهلي والزمالك؟ ده كلام طبعا. انا عارف الغريب في الموضوع ان احنا قناه النادي الاهلي من 2008 وطبعا يعني طبعًا يوم الثلاث عيد الميلاد للقناه اللي هيكون رقم 11 سنه على التوالي قناه الاهلي دايما موجوده ومنوره اول نادي في مصر وفي افريقيا والشرق الاوسط يكون عنده قناه خاصه بيه. لكن عايز اقول لحضرتك على حاجه ان احنا عمرنا ما اتكلمنا بالسوء او اتكلمنا بالسلب او اتكلمنا باي تعصب على فريق منافس. بالعكس احنا لما الاهلي او فريق النادي الاهلي فنيا يكون غلط بنطلع ننتقد وبنقول النادي الاهلي غلط في 1 2 3 4 نقد بناء نقد يساعد اللعيبه ان هي تبقى كويسه في اللقاءات اللي بعد كده. لكن بقى الغريب بقى حضرتك ان ايه يعني تلاقي يعني بعض مقدمين البرامج وبعض المحللين ان هم يطلعوا يتكلموا
بشكل غير صحي، بشكل سلبي على النادي الاهلي، بشكل لا يفيد الكره المصريه. الاهلي والزمالك قطبي الكره المصريه، وبالتالي احنا لازم الاثنين دول هرمين كبار جدا في مصر، فلازم ان احنا نبني علشان يكون عندنا منتخب محترم، يكون عندنا جو صحي رياضي يعني يليق بدوله مصر وسمعتها. عشان كده بقول لحضرتك ان الملف الاعلامي الرياضي ده ملف مهم جدا، لازم يكون فيه اهتمام بيه اكتر من كده علشان خاطر نوعي الجمهور، واحنا اللي دورنا قدام ربنا صح. الجمهور المحترم ده ما يكونش عنده تعصب، ما يكونش عنده اي ضغينه بيشيلها لاي فريق او اي اسم، او في الاخر بنتجمع تحت اسم مصر. بالظبط كده. انت وانت بتعمل ده كله عشان خاطر ايه؟ عشان يطلع لك منتخب محترم ينافس بره، عشان فريق عندك يبقى كويس او كاس افريقيا. يعني احنا يعني يبقى سعداء لما الطاجي خد دوري ابطال افريقيا، اكيد لا، لكن كنا سعداء لازم الزمالك خد الكونفدراليه. لا، من خلال قناه الاهلي بنكون مبسوطين جدا يا جماعه لما الزمالك في افريقيا بيحقق نتيجه ايجابيه او اي نادي مصري اخر، علشان في الاول وفي الاخر هو بيلعب باسم مصر. مش هنضحك على بعض، واحنا اكيد نتمنى فوز النادي الاهلي، واكيد لو نتمنى الاهلي مشارك تفوق النادي الاهلي، لكن لو النادي الاهلي مش موجود يبقى فريق مصري، لا نتمنى زمالك. التوفيق لنادي بالظبط الزمالك، ولا انا هكسب ايه لو زمالك او المصري او الاسماعيلي في افريقيا ما كسبوش؟ انا كاهلي هكسب ايه؟ ما خلينا نتكلم بعقلي بس، يعني الاهلي مش هيقول لك هنكسب ان الانديه المنافسه للنادي الاهلي على لقب الاكثر تحقيقا للبطولات الافريقيه ممكن نادي يبدا بطولاته تزيد فينافس الاهلي مثلا. الشاطر يولي نفسه ماشي. يعني حضرتك ايه؟ انا بسالك وبقول لحضرتك الجمهور او ازاي عقليه المشجع بيفكر بيها في سؤال حضرتك. اللوجيك يعني ايه؟ المنطق بيقول ايه؟ بيقول ان حضرتك خايف نقرب منك، طب ما تشد حيلك انت. يعني انت يعني كل هدفك انت توقفني انا، ده بالعقل بقى كده، وانت تقف زي ما انت، طب ما تتقدم انت. يعني احنا زعلانين عشان منتخب مصر ايه؟ وانا حمدت ربنا ان الكاميرون خرجت مثلا او ونيجيريا مثلا ما خدتش، ليه؟ انت زي ما انت 7 بطولات فما حدش قرب منك، لكن شد انت بحيلك في البطوله الجايه، لكن مش هتقول اه مصر عندها 7 بطولات ان شاء الله البطوله الجايه ربنا يستر ما حدش ياخدها تاني. يا فندم ما تشد انت حيلك، يعني الاهلي اوكي اكثر تطويرا كل حاجه، طب الاهلي يفضل زي ما هو كده ما يخش بطولات؟ واقول لا بس يا رب الاسماعيلي يتهد، يا رب ده كلام منطقي؟ لا طبعا لا، يعني قبل ما تبدا تتمنى الشر للاخرين اعمل انت الخير. فالمعادله كده، لك انا هكسب ايه لو الاسماعيلي او المصري اخد الكونفدراليه السنه دي او الزمالك او كذا ما كسبوش؟ لكن الاهلي موجود خلاص، التنافس شريف. لكن انت بتتكلم فعاليه، انت بتلعب فعاليه صعبه جدا، عاليه شباب مع احترامي بتتاثر بسرعه. انت كعمر ربيع ياسين محافظ الالقاب او اي اعلام محترم، انت بتوجه ملايين، كلمتك بتاثر. لو قالك البرنامج الفلاني قال كذا، انا كشباب او بتاع تقوم الدنيا لما اوصل معلومه ان الزمالك او الاسماعيلي عليهم مؤامره، انا كمشجع ابدا اتشحن. اه يجي الحكم يخطئ في قرار او الاتحاد ياخد قرار، اقول لك اه شفت ده كلام غلط، ده كلام مصيبه سوداء، انت بتوصلني في حافه كارثه. لكن انت قد شد حيلك، ربنا يوفقك، كان بيه خدت الكونفدراليه وانا مش مشارك، شيء يسعدني، انت فريق مصري في الاول والاخر. يعني لو خد حد بره بطولات يعني لا قدر الله اكتر من الاهلي، ده يسعدني اكتر من الزمالك؟ يعني ده كلام كل يعني واحد. يعني معلش يعني اصحابي يقولوا يعني في اجازه. تعال حضرتك نروح بسرعه يعني السؤال الاجباري دايما اللي بيصدر فيه ضيوفي اللي بيكونوا موجودين. لا. الملف الخاص بالمدير الفني لمنتخب مصر، ترشح مين لتدريب منتخب مصر او مين الاسامي اللي حضرتك ترشحها للمنتخب الوطني بدون مجاملات بدون تحيز، وفي نفس الوقت ليه حضرتك اخترت الاسامي دي بناء على سمات شخصيه فيهم عامله ازاي تقدر تقود بيها منتخب مصر؟ جميل، لازم الاول نتفق ان حمد رب العالمين وده يعني استاذ برضو اكد على الكلام دوت ان المدرب الوطني هو الافضل والانسب لهذه المرحله. تمام. وسبحان الله كل انجازاتنا مع المدرب الوطني ابتداء من كابتن جوهري الله يرحمه، مرورا بالكابتن حسن شحاته، وطبعا ربنا يديله الصحه كابتن ربيع ياسين جاب كاس افريقيا الشباب، كابتن شوقي غريب ايضا، كابتن شوقي غريب وايضا لما تتويجه بلقب بطوله افريقيا ايضا. يعني الحمد لله مفيش بقى مدرب اجنبي سمع معانا قوي تقريبا مايكل سميث 86 في حد تاني. لا، وكوبا طلعنا بالكاس العالم بس بعد جابنا القلب الضغط والسكر صح كده وازمات قلبيه. فانت هتتكلم اسماء المطروحه مين؟ كابتن حسن شحاته مظبوط، كابتن حسام حسن، كابتن ايهاب جلال، كابتن ربيع ياسين، وكابتن طاهر العاشر، وكابتن حسام البدري. تمام. لو بصيت على البطولات انت كابتن حسن شحاته، فده نحطه على راس الايه؟ الاختيارات. اختيارات مش كم انا يعني كابتن حسن حتى على الاقل يبقى رئيس جهاز، عارف حضرتك هو ايه؟ ممكن يكون مشرف عام على المنتخب، مشرف فني ده وجهه نظري انا. تحط بقى تحتيه بقى ناس يعني عارف حضرتك ايه واخدين بطولات. يعني ايه واخدين بطولات يا كابتن عمر؟ طيب كنت لعيب يعني وليه خبرات اكتر مني في الجول، عنده روح البطوله.
يعني في افريقيا ليه صوابع ودايس زي مين؟ كابتن عمر، كابتن ربيع واخد بطوله افريقيا، عند حضرتك كابتن طارق العشري واخد بطولات مع عندنا بص حضرتك، عندنا كابتن طلعت يوسف، كابتن طارق العشري، كابتن جلال. انا بتكلم على ايه؟ انا بقول لحضرتك لا انا بتكلم على المدربين اللي مسكوا كاس، اللي مسكوا اللي هم عندهم نزعه بطوله. لا لكن على ورق وبتاع وان انا اصرخ وازعق في الملعب دي ما تلزمنيش، انا عاوز مدرب مدير فني خبراته انه وصل مرحله التتويج، فده طعم التتويج. زي نهارده اسمه ايه بتاع مانشستر سيتي؟ جوارديولا. جوارديولا حضرتك بتنساه، مش عارف ليه، مش عارف احسن مدرب في العالم، مع انه احسن زي تنساه. هقول لحضرتك جوارديولا، انا يعني انا متابعه من ايام برشلونه، انا عارف بموت فيه يعني عارف. يعني اول ما اخترع التيكي تاكا بيب جوارديولا حاجه فظيعه، وكان بيشتغل قبل كده في قطر وبتاع، كنت تابعه هناك. نجيبه للمنتخب؟ ايه ده؟ تقدر تامنه؟ هجيب له لعيبه زي، لا بس هجيب له لعيبه انت زي اللي عنده. الرئيس حسن، والرئيس حسن طبعا، ودي وفعلا كلمه الرئيس دي كلمه حق، لان انت مش هينفع معاك مدرب اجنبي، انت محتاج مدرب مواطني يجيب لك من تحت بقى. كل نص المنتخب بتاعك ده محتاج يتصور، مع احترامنا ليهم نص محتاج يتصور. تعال بقى نرجع، طب نرجع للسمات الشخصيه للمدربين والاسماء. رقم واحد يكون عنده خبره بطوله، يعني وصل لخط التطبيق ده تتويج، ده لازم. يعني حضرتك بتقول ان كابتن حسن شحاته ممكن يبقى مشرف فني على المنتخبات، لكن لو تم ترشيحه كمدير فني، هل حضرتك شايف انه ممكن ينجح في المهمه؟ بنسبه بامانه، بنسبه لا يقل عن 70%. ليه بقى؟ هينجح ان شاء الله باذن الله. كابتن حسن واحد من الشخصيات المحترمه جدا، واحد من الشخصيات اللي بنعتز بيها، وعلى فكره سبب من اسبابه ان هو نجح مع منتخب مصر قبل ما يكون مدير فني قدير، هو عادل في اختياراته. جدا عادل في اختياراته. انا حكيت لك التشكيل عامل ازاي. انا بقول لحضرتك والله فعلا محمد حمص بتاع الاسماعيلي كان مين يعرفه؟ ما جابه ده وجاب جون في ايطاليا، صح ولا مش صح؟ الولد جده التاني. جده في 2010 كان بيلعب في اسكندري. الله يفتح عليك. الولد الباك احمد سعيد اوكا. احمد سعيد وحد كان يعرفه؟ هاني سعيد. هاني سعيد، هاني سعيد اظهرك على كابتن هاني سعيد. واحمد سعيد يوكو اللي كان بيلعب موجود اعتقد سيردي باك. تمام. فانت بتتكلم، لا التوليفه حلوه وهو فاهم اللعيبه وبيعرف يحتوي. لما حصلت مشكله ميدو حتى في 2006 ما اثرتش عليك ابدا، صح ولا غلط؟ يعني وعديته ومشيت. عارف كل الاسماء اللي تدخلت علشان تحاول الصبر. قال له شكرا مش هيلعب. نفس اللي حصل مع رغم ان ميدو كان نجم. ميدو كان نجم طبعا، نجم كان مكسر الدنيا، لكن لا الالتزام والانضباط. فانت بتتكلم عشان كده كسب، عشان كده بيكسب. حضرتك في ناس من الجمهور مقتنع ان الفني فقط هو ده اللي بيخليك تكسب او تخسر، مش عارفين ان في مقومات تانية زي العدل بين اللعيبه بينها وبين بعضها، اختياراتك دايما تكون فيها توافق، ما تعملش اسامي او ما تعملش حساب للاسامي اللي موجوده عندك ولا الاسامي الانديه، تاخد اللعيبه اللي بتتعب اكتر واللي عندها جهد اكتر واللي تقدر تفيدك اكتر، كل ده بيؤدي في الاخر الى حياتك نجاح المنظوم. كابتن جوهر رحمه الله عليه، يعني ده الحزم والشده ملوش حل معاه. ده ايه كابتن جوهر ده؟ تروح التدريب يا على الحزم والشده، يقعد مع اللعيبه يموتوا فيه. ليه؟ بيعرف في معادله صعبه اللي هي ايه؟ ازاي تبقى حازم وشديد وفي نفس الوقت تقدر تحتوي مشاكل. كابتن حسن شحاته بيعمل كده، دي بينجح فيها، بس المهم عندك يبقى عندك جيل طالع من المدربين الشباب، زي ما قلت على كده عندنا ما شاء الله كابتن ربيع ياسين ربي يديله الصحه، عندنا طارق العشري حد محترم جدا وطموح ودايما فكر متجدد، عندنا كابتن ايهاب جلال حد محترم جدا، عندنا برضو زي ما قلت كابتن طلعت وكابتن حسام، بس انت بتتكلم عاوز جيل يبقى عنده نبض البطوله. نبض البطوله، يعني انا عندي ما متعطش البطوله، داخل انافس، مش هطلع اقعد بس اعمل المشاكل وازعق، لا لا داخل انافس مع احترامنا لكل الناس، لان في مدربين خدوا الفرصه من غير ذكر اسماء وفشلوا مع المنتخب الاولمبي، مش هجيبهم انا منتخب اول بقى، مع احترامنا ليهم. استاذ ممدوح فني بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معاك، اتكلمنا في ملفات عديده وكثيره ومحترمه جدا، وبشكرك على ارائك الفنيه. حبيبي انا سعيد كنت كنت معاك، كل سنه وحضرتك طيب وكلامك بخير ان شاء الله. ربنا يخلي حضرتك. كنا مع الفقره الحواريه الثانيه مع الاستاذ ممدوح فهمي الناقد الرياضي الكبير. هنروح لفاصل وبعديها نرجع نستقبل واحد من نجوم النادي الاهلي الكابتن احمد كشري، خليكم معانا ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بحضراتكم تاني طبعا، والفقره الثالثه والاخيره مع واحد من نجوم النادي الاهلي واللي دايما بيكونوا مشرفين ومنورين في بيتهم في قناه النادي الاهلي الكابتن احمد كشري. كابتن احمد برحب بحضرتك. حبيبي حبيبي على السلامه. حبيبي الله يسلمك. اخبار السويد ايه؟
جميلة حلوة. طبعا الكابتن احمد كان في يعني فترة معايشة في السويد، عمل فيها شغل محترم جدا. هنعرض لحضراتكم بعض الصور لكابتن احمد وهو موجود في السويد، لكن هسأله بقى هو شخصيا يحكي لي عن التجربة السويدية. يعني ايه الأخبار؟ الدنيا كانت هناك كابتن، ناس يعني محبين لكل من هو يعني عايز يتعلم او حابب ان هو يشوف الدنيا هناك ماشيه ازاي، ولا السويد ماشيه ازاي؟ والله انت كنت في فنلندا هناك يعني جنبهم وعارف الناس دي يعني. لا طبعا الناس دي بتحب جدا اللي بيجي يتعلم منهم وبيسهلوا له الامور. انا يمكن الموضوع بعد ما خلصت السنه دي مع نادي الترسانه، انا من النوع اللي بحب يعني اعرف الجديد في الكوره، وزي ما بيقولوا كده يعني ايه، بحب ان انا اكلف شغلي يعني. ان انا ممكن ما عنديش مانع ان انا اسافر في اخر بلاد المسلمين عشان اعرف الجديد. اشمعنى السويد يا كابتن احمد؟ لان السويد فيها ميزه كويسه قوي قوي. السويد من الفرق اللي هي بتتمتع باللياقه البدنيه عاليه جدا. تاني حاجه هم منظمين جدا في الملعب وعندهم روح واصرار غير عادي في 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 من خلال المنتخبات بتاعتهم. والكلام ده يمكن انا عرفته من الكابتن صالح سليم، كان مره قاعد معانا في النادي الاهلي وكنا خارجين من البطوله العربيه في تونس، فقال انا عايز روح اللاعب السويدي، عايزه تبقى فيكو. فكلنا بصينا للكابتن، قال لك ان اللاعب السويدي عنده اصرار وعنده الحته البدنيه عاليه جدا وبيلعب لاخر لحظه او اخر ثانيه في المباراه، انا عايز دي تبقى فيكو. فالفرق اللي هي الاسكندنافيه وانت عارف يعني وكان لك تجربه، صحه ولياقه بدنيه بالظبط عاليه. واحنا النهارده في مصر بقت الامور ما بقاش فيه المواهب كثيره، بقت بتعتمد رقم واحد على النواحي البدنيه والتنظيم. فانا كنت حابب ان انا اروح دوله بتشتغل بدني كويس قوي، بتبدا الاعداد بتاعها كويس، اعرف ايه الجديد اللي عندهم. وكلمت كان ليا صديق وقلت له انا عايز اروح السويد، وهو علاقاته كويسه هناك بنادي كبير، فهو اللي سايل الاجراء كابتن عمرو رمزي يعني، ليه اصدقائه هناك، فهو اللي سهل لي موضوع ان انا اروح نادي اسيريسكا في السويد. وبصراحه لما رحت ناس منظمه جدا، ناس محترمه جدا، ناس اول لما انا جيت رحبوا بيا ترحيب جامد قوي، لدرجه يمكن لما تشوفوا في الصور ادوني اللبس بتاعهم هم، يعني ان انا ابقى ليا يونيفورم نازل بيه معاهم. حضرت مع حضرتك رحت كام يوم يا كابتن؟ قعدت هناك حوالي في حدود 15 يوم، كنت بحضر معاهم تمارين صبح واحيانا صبح وبعد الظهر. فطبعا يعني مع فريق، هم هناك عندهم دلوقتي فتره ما بين الدورين، عندهم الفتره اللي هي الدوري بيبدا عندهم بالعكس بسبب الجو الطقس البارد، بيبدا في شهر 3 وبيخلص في شهر 11. فكان طبعا كنت بقعد مع المدير الفني وبنتكلم مع بعض، وكان بيخرج يقول لي انا يعني عايز اعرف انت بتشتغل ازاي في مصر والشغل بتاعك ايه. طبعا طبعا، ومش عايز اقول لك يعني هو يعني الحمد لله يعني السي في بتاعي كويس قوي، فهم كمان كانوا مبسوطين جدا ان انا دربت منتخب قبل كده 3 سنين طبعا، ودربت انديه كبيره وعارفين النادي الاهلي كويس قوي قوي. يمكن النادي الاهلي هو اللي دايما يعني بيشرفنا يعني بيخلي شكل يعني الناس كلها عارفه النادي الاهلي على مستوى العالم. فلما عرفوا ان انا كنت لاعب في النادي الاهلي كمان، دي يعني بصراحه يعني قالوا احنا عارفين النادي الاهلي كويس واهتموا قوي. فكنا بنتبادل الخبرات يعني، حتى هو قال لي انا مبسوط، قلت له تشكيل الحمل بتاعي كذا 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 وبشتغل كذا كذا، وانتوا عندكم بتشتغلوا ايه؟ انا الطرق عندي كذا وعندنا في مصر كذا. فالكلام ده كله طبعا يعني الناس دي منظمه، وكنت بنزل مع الفريق واحضر التدريبات واشتغلت معاهم. ومش عايز اقول لك يعني، خاف اقول الكلام ده الناس تفتكر يعني، مدير النادي من اصل لبناني يعني، لما شاف السي في بتاعي وشاف شغلي قال لي كابتن احمد انت السنه الجايه ان شاء الله هجيبك معايا الفريق، انت اللي هتمسك الفريق. فانا قلت له انتوا ممكن تجيبوا مدرب يعني عربي او مصري او مصري؟ قال لي قال لي لما يكون احنا عندنا اهم حاجه عندنا الخبرات ونكون مقتنعين بيه. فالناس بصراحه يعني الكلام ده يعني حصل فعلا، مش بذكر نفسي. قال لي لا فعلا انا احنا عجبنا بالسي في بتاعك وما نزلت الملعب. الكره مش بعيده يعني عارف، وانا يمكن المدرسه الاوروبيه شويه، لان انا احترفت في نيو شاتل في سويسرا، مرنت مع مدربين كتير قوي اجانب، ابتداء من ألن هاريس، هولمان، سوبل، كرول، ألان جيجر،
في سويسرا، جيرار جيلي، يعني مدربين كتير. فأنا بميل للمدرسة دي قوي، وشغلي أكتر حتى ما يشتغل معايا معدين بدنيين يقول يا كابتن الشغل بتاعك الشغل الأوروبي. فأنا فالحمد لله خدت دورات من خلال النادي الأهلي، ومن خلال أنا رحت دورات نمساوية ودورات من خبراء ألمان. فالحمد لله يعني، بس كانت تجربة كويسة قوي، والحمد لله أنا سعيد بيها. كابتن أحمد، هل قبل الموسم ما يبدأ هل في مفاوضات مع كابتن أحمد كشري لقيادة أحد الفرق سواء في مصر أو خارج مصر أنه يكون في القيادة الفنية للموسم الجديد، ولا بداية الموسم دايما بيكون خلاص كله مظبط أموره وكله مسكن مدربينه، وبالتالي حضرتك منتظر لبداية الموسم ولعل وعسى ممكن يكون في بعض التغييرات في الأسابيع الأولى من الدوريات، هل في مفاوضات ولا لسه الموضوع مجمد؟ بص أنا هكلمك بصراحة، أنا وأنا ماسك نادي الترسانة أنا جالي أندية كتير جدا. يعني بعد كمان ما سبت نادي الترسانة جالي معظم أندية الممتاز بي كلها يعني مجموعة بحري دي كلها كلمتني تقريبا، بدون ذكر أسماء أندية يعني، وقاهرة والصعيد أجمد أندية في الصعيد اللي هي الأندية الكبيرة اللي بتنافس، وبحري كلها. لكن مش هضحك عليك، أنا عايز امسك دوري ممتاز، وشايف ان يعني انا مسكت قبل كده مع النصر التعدين ونجحت جدا. ليك تجربه، ونجحت جدا من التجربه دي، وكسبت فرق كبيره جدا جدا في الدوري. يمكن اول 6 ماتشات لي انا كسبان 4 فرق، منهم وادي دجله والداخليه وبتروجيت والشرقيه واتحاد اسكندري بمكيده 2-0. يعني كسبت فرق كبيره قوي، يعني كسبت لي اكتر من 10 ماتشات، كسبان 7 ماتشات. فكان يعني، وكنت ماسك أسوان قبل كده، فأنا حابب أمسك دوري ممتاز. وفعلا جالي عرضين من الدوري الممتاز من ناديين بدون ذكر أسماء، وكنت قريب منهم جدا لأن كان معهم مدرب كبير وكان هينتقل للنادي تاني وكلموني. ويمكن المدرب الكبير ده كان رايح في مكان، المكان ده يعني راح في مدرب تاني فاستقر، لكن هو نادي كبير في من أندية الدوري الممتاز، ونادي تاني اتفاوض معايا واتكلم معايا. انا حابب ان امسك في الممتاز، ولو ما جاش ممتاز طبعا يعني احب ان انا امسك الفرق اللي عندها طموح، الناس الفرق اللي عايزه تصعد او تنافس على صعود. فمعظم الانديه كلمتني وبشكرهم طبعا. الغريب بقى ان انا بعد فتره المعايشه دي لما رجعت مصر لقيت ان الانديه اللي بتفوضني وبتكلمني انديه في الوطن العربي مش في مصر. يعني يا كابتن جير حضرتك عروض مش بس من مصر، كمان من خارج مصر. بالظبط. يعني كان في مفاوضات مع نادي النجمه اللبناني. تمام. او بمعنى اصح انا رجعت لقيت ان في كلام عليا جامد في النجمه اللبناني. فانا يعني سوريا، ما فيش اخبار عن سوريا؟ والله شفت يا كابتن عشان تعرف بس، نادي الاتحاد السوري هل مع حضرتك وعرضوا على حضرتك تولي المسؤوليه الفنيه خلال الفتره اللي جايه؟ فعلا حصل، والكلام ده كان امبارح. رئيس نادي الاتحاد السوري هو اللي كلمني شخصيا. يعني ابو ياسر زي ما بيقولوا او مفيد مزيك، ده رئيس النادي. كلمني امبارح وقال لي يا كابتن احمد انا عايزك تمسك الفريق، وحابب ان انت تكون موجود معانا، انت السي في بتاعك وصل لي، سي في قوي، مسكت منتخبات، مسكت فرقه كبيره، انا حابب ان انت تكون موجود معانا وانت مدرب شاب، واحنا سالنا عليك كويس. فالكلام ده كان امبارح بصراحه، ويمكن هو مجتمع دلوقتي مع مجلس الاداره يعني. طب كابتن احمد هيفضل ان هو يبقى موجود وينتظر الفرصه في الدوري الممتاز المصري، ولا كابتن احمد مش من نوعيه المدربين اللي هيستنى فرصه تجيله لحد عنده، هو هيسعى طالما في فرصه جيده حتى لو خارج مصر يروح لها ويجرب تجربه زي ما نجح في تجارب كتيره قبل كده؟ والله بص انا جالي انديه كتيره للامانه بره مصر، كده بقول لحضرتك بره مصر جالي كتير، بس انا ما كنتش عايز اسافر صراحه. يعني انا جالي انديه في الامارات. ليه يا كابتن ما بتحبوش تسافر؟ لا هكلمك بأمان، أنا بعد تجربة النصر التعدين كان اسمي سمع جامد قوي، فحبيت إن أنا أكمل تاني في الدوري الممتاز عشان يعني بمعنى صح أتقل في الدوري الممتاز ويبقى ليا وضع أكتر. يعني ما أمسك نادي واثنين وثلاثة خلاص تبقى الأمور متاحة ليك إن أنت تطلع في أي وقت. لما قعدت بعد تجربة النصر التعدين وكان أندية كتيرة قوي يعني المفروض إن هي يعني بترشحني ليها، لقيت الامور مختلفه جدا في الدوري المصري. العلاقات رقم واحد، ناس بتدخل ناس في انديه ممكن
يعني مش عايز اتكلم في التجربه دي. لا كابتن اتكلم. لا لا يعني بس انا كابتن متفق معاك. فده خلاني اتجهت لاتجاه انديه. بس الحمد لله لما روحت حتى انديه عندنا في الممتاز بي، رحت انديه كبيره يعني نادي بلديه المحله من الانديه الكبيره، الانديه الجماهيريه الشعبيه كبيره، نادي الترسانه من الانديه اللي واخده 6 بطولات في مصر، واخده دوري واخده كاس. لا برضو ما بروحش اي نادي، بختار النادي اللي انا بروحه. جالي انديه في الخليج كتير بصراحه، في الامارات، في السعوديه، في ليبيا، نادي النصر الليبي، جالي انديه كبيره جدا. وانا ما كنتش حابب اطلع في الوقت ده، كنت حابب ان انا استمر في مصر. اما السنه دي انا شايف ان انا يعني اللي بيفاوضني وانديه كبيره معظمها بره مصر كمان في الوقت الحالي. نادي النجمة نادي كبير، نادي الاتحاد نادي كبير، وفي نادي تاني مش هقول كده عشان انا مش من النوع اللي انا مش بصايط نفسي يعني. في نادي كمان نادي في الاردن نادي كبير جدا يعني، لسه الكلام ده امبارح برضو يعني، سبحان الله هم اتجمعوا او جم في وقت كلهم واحد. الله اعلم، ممكن الامور تمشي. يمكن نادي الاتحاد السوري اللي كلمني امبارح رئيس النادي، وهو زي ما انت يمكن او يعني رئيس نادي شاب، والفرق عندهم فرق كبيره. هو مؤمن ان المدير الفني اللي يكون موجود يكون مدير فني شاب ويكون عنده قدرات طبعا فنيه وسي في محترم. لا، ونادي الاتحاد السوري نادي كبير جدا طبعا هناك، زي النادي الاهلي في مصر هنا يعني. هو حتى بيقول لي كابتن احمد احنا بيحضر لنا 75 و80 ألف متفرج في المباراه في الوقت الحالي. فقلت له، قال لي احنا في الوقت الحالي بيحضر لنا 75 و80 ألف، نادي كبير. وانا لعبت قدام الاتحاد السوري ده مع النادي الاهلي، نادي كبير. ف يعني حضرتك قررت خلاص ان انت ان شاء الله حضرتك لما يجي لك عرض مناسب في دوله من احدى الدول اللي بيفاوضوا حضرتك هتاخد قرار انك هتسافر ان شاء الله غالبا. انا يعني انا منتظر كده برضه ان شاء الله يعني. المفروض ان كان الكلام قبل الحلقه في اتصال بيني وبينه، هو في مجلس الاداره حاليا، ويمكن المرشح معايا للنادي كابتن عدنان حمد طبعا. يعني مدرب كبير جدا يعني هنا، زي كابتن حسن شحاتة، مدرب العراق ومدرب منتخب الامارات ومنتخب الاردن يعني. هو احنا الاثنين اللي على الترابيزه، ويعني رئيس النادي يعني حابب ان انا اللي اكون موجود او من كلامه معايا. لكن طبعا كابتن عدنان برضو اسم كبير اكيد ليه يعني، هيبقى هيلقى دعم من الناس الموجوده. فان شاء الله خلال اليومين دول هيبان. وانا بحاول في الفتره اللي انا قاعد فيها ان انا اسافر اخد دورات تدريبيه، اعرف الجديد. الحمد لله انا واخد كل الشهادات التدريبيه، اللايسنس سي وبي واي ودورات كتيره. فالمفروض ان المدرب يعني يعرف الجديد، حتى لو هو عارف كل حاجة، ما فيش حد يعرف كل حاجة، لازم تروح تعرف الجديد، تعرف ايه الحديث في كرة القدم. فالحمد لله انا شايف ان انا استفدت منها، وان شاء الله قريبا ان شاء الله يعني كل نصيب في نادي كويس باذن الله. كابتن احمد، فاكر اول يوم الاهلي تعاقد فيه معاك؟ طبعا، هو ده يوم يتنسي، ده يوم ما يتنسي. لا انت عايز بقى الناس تعرف انا ايه اللي حصل يعني؟ انا عايز اعرف طبعا. والله طبعا النادي الاهلي لما رجعتك ورا قوي قوي، رجعتك للذكريات. خلي بالك انا في الفتره دي كنت في شارع الدخان، كان معظم كل انديه مصر بتفاوضني. لما جه النادي الاهلي انا لعبت ماتش، كنت انا بتمرن في الاسماعيلي اسبوعين. اشمعنى؟ كابتن شيحة الله يرحمه كان عايزني، وانا كنت رافض انزل مع اي نادي لان كان كل الانديه عايزاني. والكابتن شيحة اكتر مدرب بعت لي الناس تتفرجوا عليا، وكل لما يروح له تقرير يعني يمدحوا فيا قوي يعني، كانوا يجوا يتفرجوا عليا في ماتش انا اللي كسب الشرقية الدخان. فروحت هناك قلت له يا كابتن، طلبني يعني، قعدت معاه قال لي بص انا كل التقارير وكل الناس اللي اتفرجوا عليك بيقولوا ان انت لعيب ما حصلش، بس انا لازم اقول لك حاجه، لازم اشوفك. لا، قال لي انا عايز الناس تتجاوب معاك في اسماعيليه، لان جمهور اسماعيليه جمهور ذواق، لو ما حبكش يا ابني خد بعضك وامشي، لو حبك امضي على طول، انا عايز اشوف الجمهور هيتفاعل معاك ولا لا. فبصراحه انا كنت الراجل ده يعني انا كنت بحبه جدا الله يرحمه، ومدرب كبير قوي، فكلامه اقنعني رغم ان نادي القناه كان جنبه عارض عليا الدبل، نادي المصري، نادي الاتحاد، نادي المقاولين، انديه كتير قوي. فقلت له يا كابتن انا عشان كلامك ده انا هنزل، ونزلت الملعب والجمهور اتفاعل معايا. المهم يعني ايه، قعدت فتره
الاسماعيلي ما خلصش، فانا نازل في اجازه يومين. كابتن محمد عامر كان مدربي في الشرقيه الدخان والكابتن حماده صدقي، فقلت له كابتن عامر الاسماعيلي وخلاص اخلص في الاسماعيلي، هو اكبر نادي بعد الاهلي والزمالك، فانا هروح الاسماعيلي. قال لي طب استنى نشوف النادي الاهلي. قلت له الاهلي هيفكر فيها يا كابتن. قال لي استنى. فاكلم الكابتن محمد رمضان كان مدير الكوره وقال له في كذا كذا كذا. فكابتن رمضان كلمه هو كابتن حماده صدقي، قال له طب انا عايزين نشوف الخواجه، عايز اشوف هارس. فعمل لنا ماتش ودي، ومفيش ده في الوقت ما كانش في فرقه موجوده بتتمرن، فعمل مع شركه مصر طيران كنت انا بلعب فيها، فلعبنا ماتش ودي الاهلي ومصر طيران، فعملت ماتش كويس قوي قوي. وبعد الماتش وانا واخد بعضي بقى على باب النادي وماشي، فكان معايا اخويا الدكتور اسامه، فبقول له يلا بينا نمشي. قال لي طب ما سالتش كابتن حماده؟ قلت له اساله على ايه، وانا انت فكرك النادي الاهلي هيفكر فيا رغم ان انا جايب جون في الاهلي في الماتش ده، عملت ماتش كويس قوي قوي. قال لي طب اساله. قلت له ما هو ما ناديهليش يبقى ما فيش حاجه. فانا ماشي كابتن حماده سلامه كابتن عايز حاجه؟ قال لي استنى. دخل الكابتن رمضان قال له بكره احمد يجي لي الساعه 11. فبرضه انا مش في دماغي الاهلي حاجه. ف عندك كام سنه يا كابتن؟ كان عندي كام سنه؟ كان عندي 21 سنه ونص 22 سنه، ما جبتش 22 سنه. فروحت النادي وانا رايح بقى ايه، قلت اقابل الكابتن حماده صدقي. مش في دماغي خالص النادي الاهلي، النادي الاهلي فيه حسام حسن وايمن شوقي وفيليكس ومحمد يعني وليد صلاح الدين كان ساعتها، دي المجموعه اللي كانوا المهاجمين في النادي الاهلي. دخلت لقيت لك المهندس عادل القيعي قاعد في وشي، كابتن رمضان على الشمال. فقال لي احمد ازيك، انا قاعد مستنيك ومش عارف ايه وبتاع. يا كابتن رمضان بتاع. قال لي خش في الموضوع على طول، احمد انت تمضي معايا 5 سنين وبتاع والكلام ده، كابتن رمضان انت عليه فنيا. قال له احمد معانا ان شاء الله. هو بيقول له كده انا دخت منه، دخت والله العظيم يا عمر دخت. عارف اللي ايه؟ قلت ايه ده، الناس دي بتسرح بيا ولا ايه؟ انا جاي في حاجه تانية خالص. رايح لوحدك يا كابتن؟ كنت رايح لوحدك؟ لوحدي. محدش معاك خالص. ما انا رايح، انا مش عارف ان انا رايح امضي في الاهلي، انا رايح فاكر حد هينصحني بحاجه هيقول لي حاجه. ما كنتش متوقع النادي الاهلي بصراحه، يعني بكلمك بامانه، يعني رغم ان الانديه كلها عايزاني بس ما كانش في، مش متوقع. انا اهلاوي جدا بس مش متخيل ان انا ممكن اروح النادي الاهلي. ده الباشمهندس عدلي. مهندس عدلي خدني على طول كده 5 سنين مختلف، 5 سنين امضي يلا. فعقبال لما جمعت شويه كده قلت ايه ده الراجل ده بيتكلم بجد. طب انا اقول له ان انا ايه؟ اقول له لا، اقول له خليها 2 أو 3 اعمل لنفسي كده، يعني انا مع نفسي كده. قلت له لا انا همضي 2. قال لي ليه؟ قلت له لا 2 وبتاع، انا عايز امضي 10 بس. انا عايز اعمل بقى ان انا لعبت ايه. فقال لي يا ابني ده ياسر ريان مادي 5 والحديدي وابو الدهب وبتاع وهي بص العقود. قلت له كلم الكابتن عامر اللي هيقول لك عليه انا موافق. كابتن عامر بيكلمني قال لي يا كشري النادي الاهلي وبتاع. قلت له اعمل ايه؟ قال لي امضي. قلت له ماشي. قلت له هات العقد. رحت ماضي له على بياضة يا كابتن. اه طبعا على بياض، وانا اقدر اتكلم مع الاهلي في فلوس نطمن بس. لا 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 نطمن بس على بياض، يعني مش عايز اقول لك خدت ايه بس يعني. لا 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 انا بسال. لكن لا احنا ايامنا ما كانش فيه يعني طبعا، بس يعني الاهلي لا انا امضي في النادي الاهلي العمر كله يعني. فخدت بعضي ومشيت من النادي الاهلي. انا بيتي يعني ورا مديريه امن القاهره كده وسط البلد. طبعا خرجت بالنادي الاهلي لحد ما روحت انت مش عارف تتكلم فيه بقى، لا كان في موبايلات ولا كان في حاجه. لا 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 لا, 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 لا. انا اهلي مستنيني قاعدين في البيت مش عارفين ايه اللي ايه. البيت لو كلمتهم من بره خير وبركه، ما كلمتهمش هتروح لهم البيت. والله العظيم خدتها من النادي الاهلي لبيتنا ماشي. عشان تفكر وانت ماشي عمال تفكر. ها ماشي بفكر ايه؟ انا ماشي مش شايف حاجه قدامي، انا ماشي ومش عارف مين قدامي. لدرجه دخلت عليهم البيت سبحان الله لقيت اخواتي كلهم متجمعين ووالدي والاسره كلها. عملت ايه؟ فكلهم بيبصوا لي عملت ايه؟ قلت لهم في ايه؟ قالوا لي مضيت فين؟ فجوز اختي قال لي احمد شكلك قعدت في الشرقيه وبتاع، انت عايز تقعد هناك وبتاع وتاني نلف وراك مش عارف انديه ممتاز بيه ونروح. واخويا يقول له الاسماعيلي وده يقول لا ده راح المقاولين. وعليك ساكت ما بتتكلمش. وانا واقف بص مش ما نطقتش. فقلت لهم ما مضيت. كل واحد خمن حاجه قلت لهم مضيت في الاهلي. مش عايز اقول لك بقى يعني افراح يعني واحد يعني الدنيا اتقلبت عندي يعني لان انا عيلتي كلها اهلاويه يعني كلهم بيحبوا الاهلي قوي. فاول ما قلت الاهلي يعني مش عايز اقول لك يعني يمكن اخواتي وعيطوا يعني خلاص بقى يعني الاهلي وكانت فيوم ما نسويش يعني كان يوم جميل. اول يوم ليك جوه النادي الاهلي بعد ما مضيت بقى اكيد فاكره هو كمان. طبعا طبعا
رحت النادي الاهلي خلاص تاني يوم كان عندك تمرين يا كابتن ولا لسه عقبال ما خلصوا الاجراءات الاستثناء بين الشرقيه الدخان والنادي الاهلي اخذت حوالي قد ايه؟ يعني خدت لا هو الفرقه كانت بتتمرن بس انا تقريبا جيت بعديها بيومين يعني انا بتكلم في كده جيت بعديها بيومين طيب خلاص بتستعد عشان تروح النادي الاهلي او بمعنى صح انا كنت مع الشركه بتاعتي عندي بطوله وفي اسماعيليه هخلصها واجي لهم كنت لسه يعني ايه عارف المرتبط بيهم فقلت له انا اليومين دول ما قال لي خلاص خلص وتعالى الكابتن محمد رمضان رحت يا كابتن بقى النادي الاهلي اول يوم دخل اوضه اللبس قابلت مين الامانه اول لما دخلت اوضه اللبس يعني استقبلوني لعيبه محمود ابو الدهب جالي رضا عبد العال محمد يوسف عمرو الحديدي اول ناس يعني رحبوا بيكوا استقبلوك لانه انا كنت بلعب ماتشات وديه شرقيه الدخان مع الاهلي وكنت دايما بسجل في الاهلي يعني فدول اللي كانوا بيلعبوا يعني دول اللي كنت دول اللي كنت برقصهم هم بيقولك يعني هم دول ولا قابلوني كويس قوي كابتن اسامه عرابي كابتن شوبير لا بصراحه الامانه والله العظيم يا عمر النادي الاهلي مختلف يعني انا ما حسيتش في يوم ان انا غريب عنهم بالعكس احتضنوني جدا كانوا بيجي يكلموني كل شويه ما تقلقش انت لعيب كبير احنا شفناك احنا قلنا لك اتكلمنا عليك كويس قوي انت مهاجم جامد فادوني الامان يعني ادوني الثقه شويه لا كان احسن استقبال بصراحه لقيته منهم ودخلت في وسطهم بسرعه كابتن حسام والكابتن احمد فيليكس والكابتن وليد صلاح الدين وليد عارفني اكيد يا كابتن انت كان ليك كده يعني بيلعبوا في مكاني يعني لا والموضوع حضرتك اكيد دول نجوم كبار وحضرتك لسه اول يوم هو كده ليه هيبه كده شويه يمكن وليد انا كنت بلعب الجيل بتاع وليد انا كنت في المقاولين وهو كان في الاهلي كنا بنلعب مع بعض وهو هادي خشبه لكن حسام وفيليكس لا يعني كان اول مره نتعامل مع بعض يعني لا كان يعني حسام حسن في البدايه ما كانش في لينك قوي يعني هو طبعه هادي يعني فيليكس دمه خفيف فيليكس فقري يعني كنت معاه في المداخله هنا ساعه لا ده عسل فيليكس فبقول له اكتر موقف ليك انت فاكره في ماتشات اهلي الزمالك قال لي الجون اللي جبته في نادي السيد لحد دلوقتي لما بقابله اقول له فاكر الجون اللي جبته فيك دمه خفيف جدا فيليكس عسل فيليكس لا جميل وعلى فكره برضو يعني حسام حسن طبعا بره الملعب لذيذ قوي يعني مختلف على الملعب والملعب عايز هو عنده حته الاصرار لكن هو بره الملعب وكان صديق جدا ليا ويمكن قعدنا مع بعض في المنتخبات قعدنا في الامارات سوا وقعدنا في كذا حته لا انا بعديها بقى انت عايز هقول لك احنا بعديها بحاجه بسيطه سافرنا المانيا لعبنا ماتش مع هامبورج الالماني لسه انا جاي برضو لسه ما لعبنا ماتش هامبورج ده كان فريق كبير قوي ويعني ده كان اول ماتش يا كابتن اول ماتش ليا مع الاهلي عشان لسه كنت اسالك السؤال اللي جاي اول ماتش ليك مع النادي الاهلي هولمان كان لسه ماسكنا هولمان قال لك لو خسرنا هولمان كان اول مره يمسك فرقه عربيه يعني جاي من المانيا طازه علينا فمش عارف برضو حجم النادي الاهلي الظاهر او حاجه لانه قال كلمه في المحاضره قال لو خسرنا 6-0 ابقى اسعد واحد في المانيا 6-0 لو خسرت 4-0 ابقى اسعد واحد في العالم فنزلنا وفريق هامبورج كان معاهم ليتشكوف البلغاري الاقرع اللي كان مطلع المانيا في كاس العالم وقتها كان مطلعها لسه مطلعهم في كاس العالم وجاي على المانيا كان شارينه ب 5 مليون دولار فكان بيلعب المباراه وفرقه جامده جدا فالراجل قال انا لو خسرت 4-0 ابقى اسعد واحد في المانيا فلعبنا الماتش هامبورج جاب فينا جونين حسام حسن جاب جون انتهى الشوط الاول 2-1 الشوط الثاني انا كنت على الدكه يعني قاعد هولمان راح مديني اخر 25 دقيقه نزلت مش عايز اقول لك يعني عارف اللي عملت زمالك هموم عملت ماتش كاس قوي عملت شويه كويسين قوي رحت واخد كره من نص الملعب هادي خشبه اداني رحت حاططها من فوق الاثنين مدافعين وخرج عليا جون رحت حاططها من فوق جون سقف الجون جبت جون حلو قوي وده جون كده 2-2 2-2 والماتش انتهى 2-2 ومش عايز اقول لك ماتش ليك في النادي الاهلي يا كابتن وخرج هولمان وكان يعني معاه كان زوجته على طول معاه مش عايز اقول لك بقى بص يعني مش مصدقين 4-0 اسعد فل وعمل لنا عزومه طيب عمل لنا عزومه طبعا يعني. طبعا هامبورج وهو برضو يعني عرف في النادي الاهلي وهو موجود في النادي الاهلي بعديها لعبنا ماتش ودي مع فريق درجه ثانيه او ثالثه تقريبا كسبناهم 6-0 انا اللي جبت 6 اجوان فبدات الجرايد تكتب هنا كشري هامبورج وكشري 6 اجوان وبتاع الناس بدات رجعنا هنا اول ماتش ودي الاهلي مع اهلي دبي كابتن طه اسماعيل كان هو اللي ماسك اهلي دبي
وبيلعبهم في استاد السكه حديد، فالناس جايه عايزه تشوف يعني كشري كشري ده اللي جاي في هامبورج وجايب سته. بنلعب بقى لدبي وبلعب انا وحسام حسن اتنين فراوده. الشوط الاول انتهى كام؟ 6-1 للاهلي. كان في احمد عبد الفتاح كان بيلعب معانا، لعب احمد تحتينا. احمد جاب جون وانا جبت ايه؟ 5 اجوان الشوط الاول. هو ده بتاع المانيا. حسام ما جابش ولا جون. ما جابش ولا جون هو حسام، وانا جبت 5 و5 اجوان. ايه؟ دخلت بقى بين الشوطين مش عايز اقول لك. فطبعا مش هيسيبني. جبت 5 اجوان. عايز اقول لك دي انا كنت شايف الناس في المدرج واقفه ما حدش قاعد. مش مصدقها. وجون على الطاير وجون بدماغي وجون رقصت وجون 5 اجوان. فرضا عبد العال قال لي كلمه ساعتها، انا اول مره اقول الكلام ده، قال لي بقول لك ايه، لو رقصت الجون ورقصت الدنيا كلها ارجع واديها لحسام حسن. شفت؟ قلت لك. قلت له طب اهو عشان تعرف كابتن حسام. قلت له طب انت شايف ان في كوره؟ انا ان انت ما قال اسمع كلامي. اسمع كلامي. قلت له حاضر. الخمس اجوان. فالشوط الثاني كوره عدى من ناحيه اليمين هشام حنفي وبيعمل اوفر، والله العظيم يا عمر، والكره نازله لي كده وانا بتمطع هقطع الشبكه، انا فايق قوي. سبتها بقى كابتن حسام. وهي جايه لي كده افتكرت كلام رضا، قلت لها اعملها بالعرض اديها ايه؟ لحسام. بعملها كده كان انكر رجلي، انا كنت مخبوط في هامبورج فجت في طرف رجلي، المهم ما كملتش الماتش، طلعت في اول 5 دقايق. داخلي ولا جت انكر؟ لا في الانكر، ردت في الانكر تاني. الماتش ده حسام حسن اتصاب فيه، جاله وتر اكيلس. دخل فيه لعيب جاب له وتر اكيلس، ف قعدت معاه فترة. الفترة اللي أنا لعبت فيها في الأهلي أو الفترة اللي أنا الدور الأول كله كنت أنا هداف الدوري اللي هي سنة 95-96. الدور الأولاني ده أنا كنت هداف الفريق وهداف الدوري. الفترة دي اللي لعبت فيها كتير، كنت أنا وفيليكس بنلعب على طول، وليد بيلعب معانا ساعات، وليد وفيليكس وأنا. يعني الحمد لله أنا يعني ما انساش الكلام ده، ويمكن طبعا جايب مع النادي الاهلي 63 جون ما شاء الله. يعني وانا على الدكه. اهم مباراه لكابتن كشري في حياته لا يمكن ينساها، دي بالنسبه له المباراه المفضله اللي يعني تاريخيا بالنسبه له رقم واحد ولا يمكن ينساها ابدا. لا مع النادي الاهلي في مباريات كتيره، بس في مباراه انا جبت فيها اول ماتش ليا في الدوري مع النادي الاهلي باللاعب الاولمبي استاد القاهره. ف يعني عارف انت برضو اول ماتش في الدوري ورسمي، و جبت 3 اجوان في الماتش ده، كسبنا 4. طب بسم الله ما شاء الله كابتن، كل حاجه يعني كتير. مفيش مره تقول جبت جون واحد، لا لا والله. 5 6 البطوله العربيه في ماتش جاي فيه 5. فريق رفح الفلسطيني كسبنا 7، ابراهيم حسن جون ومجدي طلبه جون وانا جايب 5. الماتش ده انا جبت فيه 3. اللي جميل في المباراه دي ان انا جايب الجول الاولاني بشمالي، وليد صلاح الدين لعبها لي حطيتها بشمالي صاروخ في الزاويه البعيده. الجون الثاني كان جون يعني جون عالمي، يعني جون يعني من الاجوان اللي اتعملت ابراهيم حسن عملها لفيليكس. فيليكس بيستلم بصدره، فيليكس مش سريع، انا سريع قوي، فبيستلم وكان معاه هيثم فاروق كان ساعتها بيلعب في الاولمبي، فانا جاي بسرعتي وهيثم وفيليكس بيستلم بدار، رحت انا زي وداخل ال 18 من الجنب، فهيثم زقني بقيت خلاص على ان انا اعملها بالعرض، رحت حاطط وش رجلي الخارجي في المقص كده، راح صاروخ. يعني مش عايز اقول لك جون الناس بتفكرني بيه لحد دلوقتي، الناس بتحبها ودايما تقول لي الجون ده. فكان جون حلو قوي قوي يعني بصراحه، من الاجوان اللي احلى جون في حياتي يعني. وبعديها رحت جايب جون بدماغي، فبقيت جايب جون بشمالي وجون بيميني وجون بدماغي، عملت كل حاجه. والجون اللي جابه فيليكس الرابع الكوره جات لي رحت موقفها في الهواء على وش رجلي، وقبل ما تنزل صاروخ في سقف الجون، الجون حط ايده راح جايه في العارضه في السقف، رجعت لفيليكس كملها فول. فماتش لا ماتش كان، لكن طبعا ليا مع النادي الاهلي ماتشات مهمه. ماتش الاتحاد السكندري هناك جبت الجول للنادي الاهلي اللي خدنا بيه الدوري. الماتش ده كان مهم جدا جدا، فجبت جون في عصام عبد العظيم وكان جون كبير، وكان فرقه الاتحاد فرقه صعبه قوي، كسبناهم هناك وهم كانوا كسبانيننا في الكاس قبليها. وانا يعني ماتش الدوري ده اللي جاب لنا الدوري يعني، ماتش الاتحاد. فطبعا كان جون مصر كلها واحتفلنا بالهدف ده، خلانا يعني فرقنا. والبطولات العربيه طبعا يعني انا هداف يمكن التاريخي للبطولات العربيه. بس كده كابتن احمد حضرتك بقى يعني ما تضربش في السويت، تلعب معاهم بقى في الفريق الموسم اللي جاي. لا والله يمكن ال 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 ما شاء الله كابتن التهديف دي يعني انا الصور دي يا كابتن احمد بنعرضها لحضرتك وحضرتك معانا.
دي بقى لفتره المعايشه اللي حضرتك في السويد و التجربه انا شايف انها تجربه مثمره جدا، تجربه مفيده، وحضرتك واضح من كلامك انك مبسوط، راجع مبسوط جدا انك جداً كنت موجود، وده اليونيفورم اللي حضرتك اتكلمت عليه، قلت لما هم كانوا حابين لما تنزل مع الفريق تبقى موجود لابس نفس اليونيفورم بتاعهم. ناس محترمه بتقدر الناس. مين ده كابتن بقى اللي في جنب حضرتك؟ ده نينوس، ده اللي في النص، ده مدير النادي. ده مدير النادي اللي هو اصله لبناني. اللي اصله لبناني ده. ده هو ده مدير النادي، وحتى يعني ده اللي اتكلم معايا، وهو اللي كان يعني طبعا بيترجم لي لما بيتكلم المدرب. وده الكابتن هاني، ده مدرب مصري كان طالع برضو يعني نفس فترة المعايشة. بصراحة كابتن هاني حجاج ده مدرب محترم جدا، وماسك فرقة على مستوى الناشئين، لكن مدرب كويس قوي وكويس قوي ان يبقى برضو في مدربين بتثقف نفسها. انا مبسوط ان ان ان, إن الكلام ده موجود في مصر، وكان معاه كابتن احمد عبد الرؤوف، يعني في كان في اتنين معايا من مصر، مدرب من بنها، ودي كانت طبعا تجربه كويسه قوي ان انت تلاقي الناس بتهتم ان هي تطلع وتثقف نفسها وعلى حسابها. يعني انت عارف انت اكتر واحد وكنت في فنلندا تعرف ان البلاد دي مش يعني غاليه جدا بس يا كابتن عملت ايه في انت حضرتك رايح في درجه حراره الى حد ما كويسه، مش رايح حضرتك في الشتاء، رايح في عز الصيف، وبالتالي درجه الحراره، لكن عملت ايه في طول النهار ان المغرب بياذن الساعه 11 بالليل و11 ونص بالليل والعشاء بتاذن بعديها بساعه والفجر بعديها بساعه، يعني اعتقد يا كابتن ان ان من 11 ونص ل 1 ونص مغرب عشاء فجر. ايوه بالظبط، برافو عليك. حضرتك عارف بقى في الشتاء العشاء بتاذن الساعه كام؟ انا اسف، الفجر بياذن الساعه كام؟ لا انا 10 ونص الصبح يا كابتن. ايه 10 ونص الصبح لا الفجر. انا جربت الصيف يعني الشتاء والله العظيم الشتاء، انا كابتن الشتاء الفجر 10 ونص الصبح، الشروق ما هو حضرتك البلاد اسكندنافيا عندها يعني 6 شهور في الصيف الليل مفيش ليل اصلا، حتى يعني حتى حضرتك الثلاث ساعات بتوع الليل بتلاقي يعني ايه الجو مش ضلمة قوي. في الشتاء مفيش صيف، مفيش قصدي نهار تماما، ده اللي انا شفته، الدنيا كلها ضلمه 24 ساعه. برافو عليك. النهار بيبقى عدد من الساعات قليله جدا، وبرده مش بيبقى الليل اللي هو الشمس الحارقه اللي فيه. لا لا لا، فتعملت ازاي يا كابتن بقى مع والله فعلا الساعه البيولوجيه؟ الحمد لله انا ما كنتش رايح في رمضان، لان قلت لهم الناس بتصوم ازاي، قلت لهم الناس بتصوم ازاي، ان فعلا لقيت الساعه 11 بالليل والنهار طالع. مع كابتن بقى يعني انا كنت بصوم 21 ساعه، لما رجعت قالوا لي ده في فتوى بتقول انك لو الصيام عدى عن عدد ساعات معين بتصوم لاقرب بلد جنبك، مفيش اقرب بلد جنبك عند عدد ساعات قليله فتصوم على نفس توقيت السعوديه. ايوه ايوه الكلام ده بس بعد فوات الاول رجعت. انا قابلت ناس هناك يعني عرب مسلمين قالوا الكلام ده، فبقول لهم انتوا ازاي يعني النهار طويل جدا، الساعه 11 بالليل والنهار طالع، يعني لسه بيبدا يمشي، وتبص بعد ما فيش ساعتين تلاقي النهار بيشقشق. يعني انا فعلا بقيت اقول للناس دي بتنام امتى، وغريبه طبعا السويد بس بلد جميله قوي قوي، وناس محترمه طبعا ومنظمين جدا في كل حاجه، وعندهم الحياه منظمه قوي، وطبعا انت عارف السويد مليانه بحار يعني وبحيرات، فكانت جميله جدا جدا. لك مفاجاه دلوقتي، بص ده انت جايب ده، انا جايب لك جوني في الشباب السعودي في السعوديه، ده ايام بقى ايه، عارف التيشيرت ده كابتن كنت انا صغير لسه وبشجع النادي الاهلي، ده كان ساعتها كان برد، بص ده هدف التعادل ده، وشوف شوف احنا بنلعب في السعوديه وتلاقينا بنجري بعد ما نتعادل عايزين نكسب، يعني مش بس بص محدش ياخدها منك. لا بص اهو مجدي طلبه جاي، بص فطبعا لا دي كانت بطوله، دي نخبه في السعوديه، وكان معانا ثلاث فرق سعوديه. شكلك كان متغير خالص يا كابتن. كنت صغير خالص. بس على كنت يعني من الفراوده القليله المميزين بضربات الراس واليمين وشمال، ودي يا كابتن اعتقد ان دي بتكون حاجه نادره. مين عمل لك الجون يا كابتن؟ ده مشير حنفي اللي عمل الاوفر ده. مشير حنفي بص يعني مشير، وانا حطيتها في سقف الجون يعني قطعته قدام قدام المساك، وتوقعت الكره ان هي تجي لك. طب كنت متوقع ان كابتن مشير يعملها كده ولا مشيت معاه؟ طبعا لا طبعا لا لا لا, لا, لا اصل مشير كان بص لما اتحرك، وده في نادي الاتحاد السوري اهو، ده رضا عبد العال عملها لي وجبت الجون وكسبنا بالجون ده. ده كان خلي بالك يعني ده كان تاني ماتش ليا مع الاهلي وكسبنا 1-0. ده الاتحاد السوري. ده الاتحاد السوري عشان كده يفوضوك. ايوه صح، ده في نادي الاتحاد السوري، كانت البطوله دي كانت في تونس. كابتن ياسر ريان، كابتن عمرو الحديدي
والبطوله دي انا طلعت هداف البطوله دي، انا جبت كمان في النصر الاماراتي هدفين. ده ماتش رضا عبد العال اداني الكوره دي اشرها لك. طبعا، وكان لسه الماتش بادئ وعملت ماتش كويس قوي الماتش ده وعملنا مباراه كبيره بس ضاع مننا فرص كتير. كابتن رضا كان لعيب كبير. لا كان لعيب كبير رضا عبد العال، من احسن اللعيبه اللي لعبت معاها بصراحه. على راي كابتن ميمي الشبيه كان قماشه تانية خالص كابتن رضا عبد العال. رضا عبد العال الامانه كنت انزل الملعب كان يقول لي انا هديك كورتين انت والجول، وانا لو اديتك كورتين هو والله العظيم كان يقول لي كده، ويبقى الملعب مليان فل، يقول لك كشري هديك كورتين انت والجول، عارف لو اديتك اتنين هتجيب تلاته، الملعب ده كله هيقول كشري ورضا في وسط الملعب. فهو ما شاء الله عنده الحته اللي هي اللي يوصلك للجون عاليه قوي من تحت رجليه، يعني هو رضا بيحب الحاجات اللي فيها سرعات عاليه، وبعدين عايز نوعيه لعيبه سرعة، فانا كنت مميز بالحته دي، كنت سريع جدا، فيحب يلعب على اللعيب السريع، يحب يديك الكره في مساحه او على قدامك. فلا كان لعيب كبير طبعا، وكان معانا لعيبه كتيره كويسه قوي. وليده تقريبا يا كابتن تقريبا الوقت يعني بيجري بسرعه مع حضرتك، لكن انا عايز عليك سؤال اخير لو لسه معانا وقت، يعني يبقى اخر سؤال، مين المدير الفني اللي علم في حياتك وخلاك تاخد القرار انك بعد اعتزالك لكره القدم عايز تخش الحياه التدريبيه؟ هل في مدرب ولا حضرتك قررت من بعد ما تعتزل تتجه الى المجال التدريبي؟ لا بصراحه انا كنت حابب التدريب، وممكن انا بطلت بدري شويه يعني ما طولتش، لكن المدربين الاجانب يعني انا بصراحه في مسيرتي مدربين كويسين قوي، يعني هولمان واحد منهم، هولمان كان مدرب كويس قوي في الملعب وكان علاقته بينا كويسه قوي، فده كان من رود كرول اللي كان يعني اعتبر يعني كان بيموت في حاجه اسمها احمد كشري، وكان حابب ان انا اروح هولندا معاه. كنت بحب اسلوب رود كرول، بجانب ان انا لما احترفت في نيو شاتل في سويسرا، لا يعني انا من النوع اللي كنت بدون كل حاجه انا بعملها وعايز اعرف المدرب بيعمل ايه، فانا لا بحب مهنة التدريب جدا جدا، وعشان كده يعني دخلت فيها من بدري، ولكن المدربين الاجانب اكتر ناس يعني اثروا فيا بصراحه، المدربين الاجانب وبالذات هولمان ورود كرول اكتر اتنين اثروا فيا في التدريب، لكن اتمرنت مع مدربين مصريين اكيد استفدت منهم كتير. كابتن محمد عامر اتمرنت معاه، كابتن شحتة، وش الخير طبعا كابتن عامر، لا كابتن حمد صدقي بعد ربنا سبحانه وتعالى، كابتن محمد عبد السميع نادي المقاولين اتعلمت منه طبعًا كتير جدا. لا يعني في مدربين اتعلمت منهم واستفدت منهم، فكل مدرب مرني اكيد خدت يعني منه حاجه ميزه هو بيعملها يعني، فالحمد لله لا استفدت منهم قوي. كابتن احمد انا بصراحه ما حسيتش بالوقت خالص مع حضرتك، واستمتعت جدا بالحوار، كان نفسي انها تكون اطول من كده، لكن اتمنى ان احنا نكون موجودين مع بعض في حلقه نتكلم فيها عن ذكريات حضرتك بس في النادي الاهلي، ونتكلم عن البطولات ونتكلم عن تاريخ طويل ومشرف. حضرتك واحد من اهم اللعيبه اللي كانت موجوده في مركز راس الحربه، وواحد من النجوم اللي تالقوا في جيل، انا اعتقد ان السوشيال ميديا وعدم وجود سوشيال ميديا في الوقت ده ظلم نجوم كتيره جدا، مش بس حضرتك ده حضرتك والاجيال اللي قبل كده، لكن حب الناس وحب الجمهور الاهلي ده اعتقد ان هو يكفي. واحد من نجوم الاهلي اللي شرفوا النادي الاهلي دايما كانوا عند حسن ظن الجماهير، كابتن احمد كشري بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا. الله يخليك يا عمر، ده اللي سعيد ان انا معاك جدا، وطبعا بقول مبروك للنادي الاهلي بطوله الدوري اللي هو استحقها، والف الف الف مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي وجماهيره، وان شاء الله دايما مزيد من بطولات النادي الاهلي. النادي الاهلي نادي كبير قوي، واشكرك على المقابله الجميله. ربنا يخليك يا كابتن احمد. وصلنا مع حضراتكم لنهايه الفقره الحواريه الثالثه من الاهلي الليله مع واحد من نجوم النادي الاهلي الكابتن احمد كشري، دايما نشوفكم على خير هنا في قناه الاهلي من خلال الاهلي الليله، تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.